بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تسالونني عن قصه حياتي، ومن الصعب ان يستعرض انسانا شريطا من الزمان. بداية قصتي لا أعرفها، ولكني أعرف أنها بدأت في 3 أغسطس سنة 1923 في إحدى قرى أسيوط. وبدأت دراستي ما قبل الابتدائي في أسيوط. في أيامنا كانت تسمى السنة التحضيرية، أقول لك فلان في التحضيري يعني قبل ابتدائي، اللي هي قبل مرحلة الحضانة، أو هي مرحلة الحضانة أو مرحلة الكندر جارتن حاليا يعني. لا أذكر شيئا عن هذه الفترة، إلا أنني كنت أسير إلى المدرسة في ذلك الطريق الطويل الطويل، أمشي فيه وحدي أفكر. في مصيري وكنت موجودة في البلد، لما اتولد وحب وقضير وماشي إلى البلد واتخالتي وخدها أخواته حبوا في البلد في مصر، وهو صغير كان كويس ومريح وصفة هادي وصفة كويس. لما اتولد وفهملت والدتين وتوفى، لما توفى ترضعوا اخواته ترضعوا اخواته بقدرين دي يزبين. لما وفى وكده 10 سنين ويجي حل وما لا ما يحبش صباط ولا حاجة، لا يحب يحبته ويقعد لوحده ويقعد لوحده ويقرأ لوحده ويكتب لوحده وحلو وهادي ولا احد يشحد. لما كده شوية خد اخوه رفعيني وده مصر.
سيد السيد من قرية السلام ومن ذراية قداسة البابا شنودة، وهو الأول كان اسمه نظير جيد رفيل يعني، واتولد هنا في البلد والبيت بتاعه موجود لغاية دلوقتي. وكان في طفولته مثلا بعد ما اتولد بفترة بسيطة يعني اسبوعين والدته توفت، الناس الجيران هنا كانوا بيرضعوه لغاية ما كبر مثلا في وصل يعني سن سنتين كده ابتدى يلعب في الشارع يعني، وكان هادي جدا وكان شكله كويس، ويعني ما كانش ليه اي شغل مع زمايله الصغيرين. وست من ضمن الناس اللي هي رضعته يعني، وكان طفل كويس يعني جدا وكان شكله حلو وكان هادي، ودوره كان يعني مع عيال صغير يعني في الشارع عادي مثلا، ملاش مثلا خصومات مع عيال صغير، كان بيقول انه يقعد لوحده. اولا كنت طفلا وحيدا، ماتت امه دون ان يرضع منها، وعاش فترة من طفولته المبكرة بلا صداقة ولا زمالة ولا لعب مثل باقي الأطفال. ولعل هذا ما ذكرته مرة في قصيدة من الشعر فقلت فيها: أحقا كان لي أم فماتت، أمني قد خلقت بغير أمي، رماني الله في الدنيا غريبا وحلق في فضاء مدلهم. السنة الأولى من حياتي الدراسية اللي هي روضة أطفال كانت سنة ضائعة، لا أذكر فيها إلا طريقي إلى المدرسة، وكان طريقا طويلا طويلا كنت أسير فيه وحدي وأفكر. ولعلكم تسألون فيما كنت أفكر، لعلني كنت أفكر في طول هذا الطريق متى ينتهي وأصل إلى المدرسة. لم آخذ في تلك السنة أي شيء من العلم، إلى أن جاء أخي الأكبر وكان موظفا في دمنهور فأخذني معه إلى هناك وعشت معه وحدا. أخذت فترة الروضة كلها في سنة واحدة كانت تسمى التحضيري في ذلك الزمان، وانتقلت منها إلى الأولى الابتدائية. وأتذكر في ذلك الوقت أنني كنت أقرأ الجرائد وكنت أتصل بأشخاص أكبر مني في العمر، أخي الأكبر وأصدقائه، فكان عقلي ينمو بدرجة أكبر من سني. و السنة الثانية والثالثة الابتدائي قضيتهما في الإسكندرية، والسنة الرابعة رجعنا إلى أسيوط، وكانت أيضا سنة رائعة. انشغلت أنا وأخي شوقي جيد بالكنيسة انشغالا كاملا، بالقداسات الكيرلسي التي كان يصليها نيافة الأنبا مكاريوس أسقف أسيوط الذي صار فيما بعد البابا مكاريوس الثالث، مع عظات من الأرشدياكون اسكندر حنة، وكان أشهر واعظ في زمانه كله. في هذه السنة لا أنا قدمت على الشهادة الابتدائية ولا أخي شوقي قدم على شهادة الكفاءة، وكانت أيضا سنة ضائعة. أخذنا أخونا الأكبر بعدها إلى بنها، وكان قد انتقل إلى بنها، ودخلت في مدرسة الأمريكان.
مدرسة الأمريكان مدرسة مسيحية كان لها تابع ديني، وكانت من المدارس الأهلية غير الحكومية. أخذت منها الشهادة الابتدائية، وأتذكر أنني في تلك السنة حفظت مزمور السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، كمسابقة في المدرسة كوفئت عليها بإنجيل ذهبي. صارت له قصة طويلة في تدرجه من يد إلى أخرى ليس مجالها الآن. بعد الشهادة الابتدائية قضيت سنتين بلا دراسة، لأنه لم تكن هناك غير مدرسة أميرية، والمدرسة الأميرية طلبت شهادة ميلاد، ولم يكن عندي شهادة ميلاد. أنا ولدت في آخر العام في شهر أغسطس، وتوفيت والدتي وكانوا منشغلين بها، فلم يقيدوا اسمي في شهادة الميلاد، ووضعت في سواقة القيد. ثم بعد ذلك رفعت قضية على والدي لأنه لم يقيدني، وبدأنا في إجراءات لاستخراجات شهادة الميلاد، وأرسلت إلى طبيب للتسنين. وأتذكر أنني قلت لطبيب التسنين هذا: أوعى تغلط غلطة يا دكتور. فاستغرب كيف طفل يقول له أوعى تغلط غلطة، فقال لي: أي غلطة؟ قلت له: ممكن للإنسان أن يولد بعد وفاة أبيه، يكون أبوه قد ترك الأم حبلة، ولكنه لا يمكن أن يولد بعد وفاة والدته. قال لي: طبعا. فقلت له: والدتي توفيت بحمى النفاس، وهي حمى تصاب بها المرأة الوالدة، ومعروف تاريخ وفاتها، فلا تقيدني بعد تاريخ وفاتها، وشهادة الوفاة معروفة، وأنا ولدت في 3 أغسطس، فقيدوني كما قلت تماما، وخرجت شهادة الميلاد. ولكن هذه الشهادة وصلتني وأنا في السنة الثانية الثانوية، بعد أن كنا قد انتقلنا إلى القاهرة، وضاعت مني سنتان أخريان من عمري بلا دراسة. في فترة التعليم الابتدائي وفترة الطفولة المبكرة أذكر بضعة أمور. الأمر الأول زيارتي لدير برونكا في أسيوط وأنا تقريبا في 5 من عمري، وكانت عائلات بالمئات والألاف تذهب إلى جبل أسيوط هناك لتأخذ بركة السيدة العذراء. نقطة أخرى أنني وأنا في المرحلة الابتدائية كنت قد حفظت تقريبا جميع التراتيل الموجودة في الكنيسة. ثالثا كنت أقرأ كتبا بلا حصر، كل ما يقع تحت يدي من الكتب، كتب في علم الاجتماع، في علم الطب، في القصص، في الأدب، يعني مجموعة كبيرة جدا من الأفكار والمعلومات ازدحم بها ذهني، وكانت هي الوسيلة التي أقضي بها وقتي
إذ لم يكن لي رفقاء ألعب معهم. كانت مرحلة مفيدة من ناحية المعرفة ومن ناحية القراءة ومن ناحية النشاط العقلي. نقطة أخرى بعد ذلك، وهي أنني حينما انتقلت إلى التعليم الثانوي كنت من الناحية الفكرية والعقلية أقوى من زملائي جميعا، وهذا ساعدني على التفوق، فكنت تقريبا الأول باستمرار في مراحل تعليمي الثانوي، وكنت قويا جدا في الرياضيات وفي العلوم، ودخلت توجيهي قسم علمي، ثم وجدت أنها لا تتناسب مع هدفي في الحياة، فبعد نصف السنة حولت إلى توجيه أدبي. هنا بقى في المرحلة الثانوية تعلمت الشعر. كنت في الأول أكتب شعرا لا أستطيع أن أجرؤ وأن أسميه شعرا، لأني لم أكن أعرف أوزانه في ذلك الحين، إلى أن عرفت ذلك في سنة 39 في أجازة سنة ثالثة ثانوي عن طريق كتاب اسمه أهدى سبيل إلى علمي الخليل. فدرست قواعد الشعر، ودرست علمي الخليل العروض والقافية، ودرست البحور والأوزان والتفاعيل. والسبب والوتد والزحاف والعلة وما يدخل على التفاعيل من تغييرات. ومن أول يوم قرأت فيه كتاب قواعد الشعر استطعت أن أكتب بيتا من الشعر موزونا تماما. كنت أذهب إلى دار الكتب من الصباح وأرجع الظهر، وأذهب إليها بعد الظهر وأرجع في المساء، لأن لم يكن معي كتاب إلا الكتاب الذي استعيره من دار الكتب، وكانت في باب الخلق في القاهرة في ذلك الحين. ومدارس الأحد جميلة اللي كان بيعملها، فكان عايشين هم التلات إخوة كبير في المحبة كاملة لغاية ما راح الدير. وأبونا بطرس راح كنيسة الزيتون، فطبعا هناك كلهم مشوا من البيت لغاية عم رفائيل كان آخر واحد هو اللي موجود قاعد، وبعدين عزل من هنا. ورب
ربنا يديم لنا سلامته. انا هقول ايه اقول، مش قادره اعبر عن قد ايه محبتي له. وكان ينزل من السلم الخارجي علشان خاطر ما يكونش في وسط اهالي البيت وكده، يعني كان زي ما تكون دي الله يده مسابه الله. وتعرف كتب جميله جدا وحاجات خلينا خالص، ونشكر ربنا ان ادانا الراعي الصالح اللي حافظ علينا ويسلم من اجله. سنة 39 أيضا كان لها حدث تاريخي أيضا في حياتي، لأنني بدأت التدريس في مدارس الأحد سنة 39، عرض علي هذا من أحد الخدام القدامى، وكانت أول كنيسة أدرس فيها هي كنيسة العذراء في مهمشة، وكانت هي كنيسة الكلية الإكليريكية وقت ذاك. ثم بعد ذلك بدأت أدرس في فروع كثيرة من فروع مدارس الأحد بالقاهرة، في كنيسة ماري مينا في شبرا، وفي كنيسة العذراء في أوضة الفرج، وفي كنيسة مصر اسما، لأن كنا في ذلك الوقت غير مسموح لنا أن ندرس مدارس أحد في الكنيسة. كان كاهن الكنيسة يعتبر أن مدارس الأحد ضد النظام وضد الهدوء، فما كان يسمح بالتدريس فيه. كنا ندرس في جمعية مجاورة. في سنة 46 بدأت أدرس في كنيسة الأنبا أنطونيوس، ثم صرت أدرس الفصل الكبير فيها، أي الفصل الذي يحضره مدرسون أو إعداد مدرسين. يبني كل شيء على الكتاب المقدس
ويعرف الكتاب المقدس ويحب الكتاب المقدس أو قبل كل شيء آخر. ذكي جدا. وليس العجاب كان لما يعرف حاجة يمكن كان يفتكر الصفحة ويفتكر الحاجة موجودة في أي مكان من الصفحة. وهو شاب صغير. طبعا ما يقولكش بقى عن الروح الحساسية الشعرية ازاي كانت في الشعر وانه روح التعليم لانه معلم ويحسن التعبير عن الفكرة وكلام مرتب وبسيط وينفذ الى العقول مباشرة. طبعا وطبعا بالروح دي ويجهد نفسه في انه ما يفوتش حاجة. يعني كل لما نكتب دروس بدرس الاحد دروس الكلام ده لازم يرجعها بنفسه مهما كان الكاتب ومهما كانت المجموعة كان يحب دايما يراجع الكتابة بنفسه. و يعني كأن الله معده للقيادة قيادة هذا الشعب قدير الكنيسة. والصفات المتعددة دي عاش شاب خادم معلم في المدارس استاذ لاهوت راهب فهو في الدور نفس الصفات ويطلع اول واحد طلع حياة الصلاة المطبعة كالتجار السريان وطلعوه بطريقة يعني هو كان العميد الأول وكتاب مسكيات باسيليوس. طبعا كان في ذلك الوقت بيشتغلوا المجموعة مع بعض إنما يمكن مسكيات باسيليوس هو الوحيد الذي قامت عليه الوحدة وهكذا. فعاش بهذه الروح عاش راهب بهذه الروح في وقت من الأوقات كانت تبرز ناحية على نواحي أخرى في وقت ما كان في المغارة طبعا هنا تبقى ناحية المسك والانفراد وزي ما يكون في أيام تدريسه في الكلية الإكليريكية وأحاديثه للشباب في اجتماعات الشباب المتعددة العدد الضخم يمكن ما كانش يمكن في ساعات واخد 8-9 خدمات في الأسبوع إيش الصبح وإيش بعد الظهر واثنين بعد الظهر وهكذا وأسفار كل ده كان عايش فيه. سيدنا البابا عزيز وله في القلب منزلة منذ الصغر.
بشرف عظيم جدا اني اتذكر ايام حلوه جدا كنت مع قضيه البابا في كنيسه ام مرتنس بشبرا، وكنا مجموعه كبيره قوي مكونه من الدكتور يوسف وليم جراح، الدكتور وليم نتيم استاذ كليه هندسه، الدكتور عادل صيدلي. كان معانا مجموعه كبيره قوي وكنا كلنا جنب بعضينا لان قضيه البابا كانت ساكن جنبيه بشبرا، وكنا دايما يعني حريصين ان احنا نؤدي الواجب بتاعنا ناحيه الكنيسه يعني بكل امانه واخلاص. وكان لينا ايام نجتمع فيها مع بعضينا عند البابا كروس اللي هو ابونا مينا، وكنا دايما نروح الصبحيه ونرجع اخر النهار. كانت مشاكل الكنيسه كلها ومشاكلنا احنا خاصه اللي كنا نعرضها على البابا اللي هو البابا كروس طبعا، لكن كانت يعني يمكن كنا بنتكلم كلنا بحكم ان احنا يعني عاديين في عاداتها الخاصه بالنسبه لنا احنا، لكن قضيه البابا كان دايما يتكلم بالعمق في حاجات ومشاكل كانت هي يعني اكبر ابو ان هو يبقى في حالها بيبقى يعني بيبقى نتيجته حقيقه حلوه جدا في الحل بتاعها يعني. وكان دايما نجتمع كلنا في الكنيسه في الدور الثاني في مكان الاجتماع في الدور الثاني، وابونا بطرس هو كان راعي الكنيسه كان دايما برضه يدينا توجيهاته، وكان بابا وقضيه البابا برضه يقوم يتكلم كلمه بالنسبه للملاحظات اللي بيشوفها. وانا كنت بلاحظ كتير ان البابا دايما بيدق على كل صغيره وكبيره على اي حاجه بتحصل سواء كان من الطلبه او مننا احنا كمدرسين بندرس او من تصرفات خارجيه من اولياء الامور، يعني كان بيدق حاجات كتير قوي قوي حقيقه. ومن ضمن الحاجات انا يمكن كان ايامنا ما كانش حاجه في الثانويه العامه، كان في حاجه اسمها اولى ابتدائي ثانيه ثالثه رابعه خمسه اولى ثانوي ثانيه وثالثه، فما جيت الابتدائيه ورحت ثانوي فانا خالتي ادتني بخاتم هديه، خاتم ده انا لبسته فرح يعني نوع من النجاح ونوع من يعني ان انا كنت مبسوط يعني. فطبعا بصيت لقيت بابا ساب فصل بتاعه وجه لغايه عندي قال لي اخ كمال بلاش داعي ومفيش داعي الخاتم ده بيرعى انتباه الطلبه وانا يعني مش عايز احرجني قدام الطلبه صراحه. فانا زعلت ومشيت سبت الدرس ومشيت. هو جه تاني يوم كان معادنا تاني يوم نروح نزور بابا كروس هو بقى ابونا منا، جه هو والدكتور يوسف قايم والدكتور ريان سين والمجموعه كلها جت وصالحتنا على بعضينا ونزلت معاهم، وماما قالت لهم معلش هو اصله يعني تركي شويه يعني عصبي شويه وكده تركي يعني من يعني صالحنا ونزلنا مع بعضينا. انتهيت من المرحلة الثانوية ودخلت كلية الآداب وفي قسم التاريخ، وهناك كنت متفوقا في دراستي وكنت الأول في السنة الأولى، وقضيت فترة دراستي في الجامعة بالتعليم المجاني، كانت الجامعة بن صوفات في ذلك الوقت، وكنت أيضا قد تعلمت إلى جوار الشعر الزجل والموال والشعر الفكاهي وأشياء كثيرة من هذا النوع، فكنت أدعى إلى حفلات الكلية وكنت
أعرف أن الطلبة يحبون الفكاهة، فكانت غالبية قصائدي وأسجالي من النوع الذي يضحكهم، بل كنت أقف على المنبر فيضحكون قبل أن أقول شيئا لأنهم يتوقعون شيئا مرحا بالنسبة إليهم. كان عميد الكلية هو الأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن، وكان منافسه في العمادة، وهو رئيس قسم التاريخ، وكان منافسه في العمادة الأستاذ الدكتور محمد عوض محمد رئيس قسم الجغرافيا، فكانت فكاهاتي ضد قسم الجغرافيا مقبولة من أساتذة القسم، مقبولة أيضا من الطلبة، لأن الطلبة كانوا يمدحون في الجغرافيا بشق الأنفس. أتذكر أنني في السنة الأولى قلت في حفلة الكلية زجلا عنوانه حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش، أقصد عن الجغرافيا، ومن ضمنها حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش، بنشف الأطلس أمريكا وألمانيا وبلاد الدوتشي، ما تقولي بأي فوتوغرافيا وتقول ما تقول ما هصدقش، حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش، ورياح مبلولة تجيب مية ورياح جفاة ما تمطرش، ورياح بتساحل في الساحل تتبع تعريجه وتمشي، ورياح بتغير وجهتها ورياح تمشي ما تحوتش، انا عقلي اتلخبط في ندية ودية وبندية ودية ما فرقش، حاجة غريبة بدخلها بالعافية في مخ ما تدخلش. هو زجل طويل ما فيش زعلي. وافتكر برضو في سنة تانية كان عميد الكلية اترقى بقى مدير عام، دلوقتي اللي هم بقى برتبة وزير، يمكن كان مدير عام درجة لا يصلها إلا القلائل يعني. وعملنا حفلة تكريم للعميد، فقلت لهم فيها شيئا من الشعر الفكاهي، قلت فيها يا ما نفسي شهر واحد بس مش عايزه يزيد، يعملوني في عميد أو حتى نائب للعميد، كنت أعمل للسكاشن كلها ترتيب جديد، كنت أخلي الشخص منكم، كنت أخلي الشخص يتخرج تقول زي الحديد، كنت أمشي الشخص منكم على العجل ما يلخبطوش، كنت ألغي قسم جغرافيا ومش ناقصين مضايقة، متنا من كتر المذاكرة ومش لاقين ذكرتنا حقيقة، من غير الجغرافيا تبقى دراسة الكلية رايقة، مش ظريف الاقتراح ده يخليكم ما تسقطوش، بس انا يا خسارة عايش وسط ناس ما يعبروش، لو كانوا يعرفوا يقدروا كانوا ما يسيبونيش. تعميل يعني لو ما كنتش اعرف المناخ ده استوائي ابقى جاهل، يعني لو ما كنتش اعرف الجبل ده التوائي ابقى جاهل، يعني من غير بيزيزي وميزيزي وكينيزي ابقى جاهل. ده كلام فارغ صحيح، ده مقرر مش مريح، دي متاعب دي سمنجة، بس لما ابقى عميد والامل ده مش بعيد ابقى الغي كل حاجة. طبعا كلام صبياني، لان العميد لا يستطيع ان يلغي قسم في الكلية، لكن التلامذة يبقوا مبسوطين ان الواحد يقول لهم هلغي القسم ده مش ناقصين مضايقة. كنت في الكلية امثل النشاط الدراسي، فكانوا يجتمعون حواليا من جهة اي شيء يحتاجون اليه في الدراسة، وكنت امثل ان ايضا النشاط الاجتماعي، فكانت الحفلات التي نقوم بها او الرحلات
هي التي يقبل عليها كل الطلاب يشعرون انها ستكون من ناحية البرنامج ومن ناحية المصروفات ومن ناحية الترتيب كلها تمام. وكنت ايضا في الكلية امثل الشعر والذكر، في السنة قبل الأخيرة لنا في الكلية ونحن نودع طلاب السنة النهائية طلبوا مني أن أجهز لهم جزءا من الشعر الفكاهي في توديع الطلبة. فقلت لهم في ذلك: يا من ستتركنا كم بد أهديك طبل وكمانجا وزمورة ومزيكا حتى تزمر في لهو وفي طرب وترقص الجو فوقيك وتحتيك، فاليوم تخرج من لوماننا فرحا ونحن نترك للتأبيد عاديك. إني عجبت لقسم لا نصيب له، احترت لا خير لي فيه ولا ليك، وقد بصرت بباب النحس منفتحا ببل فتيه وباب الحظ مسكوك. إلى أن قلت فيها: كان بدي مبخرة حتى أبخرك من عين هيئة تدريس تعاديك، من عين نصحي وعواد ومن بدوي ومن خفاجة ومن قوم تحدوك، جماعة يهلك التلميذ بينهم مهما اشتغلت لهم شغل البروتيك. كان عندنا في اللاتيني في قواعد صعبة زي قاعدة أوت زي إف بالإنجليزي، تقول إف زائد بريزنت يساوي فيوتشر، قاعدة أوتكت وقاعدة الجيروند. الجيروند ده تلاقي في كل جملة جيروند. فقلت طبعا للطالب المتخرج، قلت له: قل هل برمت من أطمع قواعدها وما وجدت بها أشياء ترضيك، أم هل سئمت من الجيروند مقتحما يقول في كل سطر فيك لخفيك. كان كل حاجة فيه جيرون. الطلبة كانوا بيبقوا مبسوطين وحبايبي ونقعد مع بعض ما نبطلش ضحك أبدا، ما ابتديناش نبطل ضحك خير لما دخلنا في الحياة الرسمية وتخرجنا بقينا جد كده. لكن حياتنا في الدراسة كانت حياة كلها مرح وكلها فرح. زملائي في الكلية من سنة تانية يعني اتأخروا شوية، كنا 140 طالب في القسم، نجح مننا 23، كنت واحدا منهم وبقية زملائي اتخرجوا بعد مني. في السنة الثالثة من الكلية بدأ الشعر عندي يتخذ مجالا دينيا. أتذكر إن قصيدة هو ذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه كانت في السنة الثالثة وأنا في كلية الأدب. الشعر ديني بدأ يزداد عندي وتركت باقي أنواع الشعر والفكاهة والحاجات دي، وبدأ اتجاهي في الرهبنة. في السنة الرابعة في كلية الآداب اللي هي سنة 46 ل 47 حدث أمران. الأمر الأول أنني التحقت بالكلية الإكليريكية القسم النسائي وأنا طالب في كلية الآداب،
والأمر الثاني أنني بدأت أدرس في مدرسة إنجليزية في سراي القبة جدول بياخد الوقت كله. أعتقدش إنه هيقدر يجد وقت يكفيه، لأن قداسة البابا بيمثل شيء كبير وعظيم أوي أوي في حياتنا كلنا. هتكلم عنه كمدرسي ولا كأبي ولا كراعينا الأكبر ولا أقول إيه؟ هبدأ بأول معرفتي بمستر رافائيل. مستر رافائيل ده هو إيه؟ مستر رافائيل عبارة عن الأستاذ نظير جيد رافائيل. كانت أول معرفتي بيه وأنا في إنجليش ميشن طالب، وكان جه مستر رافائيل علشان يدرسنا لغة عربية وأدب اللغة العربية وقواعد اللغة العربية. مستر رافائيل دي جاي الاسم منين؟ إن في المدرسة عندنا كانوا بيسموا الطالب باسم الأسرة بتاعته، الفاميلي نيم يعني. مثلا انا كنت اسمي توماس بطرس رافائيل، واخويا اللي اكبر مني كان اسمه لوكاس بطرس رافائيل، فكان اخويا عشان الكبير اسمه رافائيل 1 وانا كنت رافائيل 2. معلش انا هرجع قبل الفتره دي بشويه. ايه سر يعني تعلقي بقداسه البابا او بمستر رافائيل؟ وبرضو اعتقد ان انا يعني كنت ليا صفة خاصة عنده. أنا كنت طول عمري كويس جدا في اللغة العربية ودايما أطلع الأول فيها، والفضل الأول يرجع إلى والدي أبونا بطرس رافائيل أخو أبونا بولس رافائيل ووالدتي، لأنهما كانا كلاهما ضليعين في اللغة العربية. فطلعت أنا قوي في اللغة العربية. وكان قبل مستر رافائيل كان في واحد اسمه مستر كامل ايضا له فضل عليه في اللغه العربيه، وتوج هذا الفضل بفضل مستر رافائيل اللي كان بيعلمني وكان مبسوط بيا لان دايما كنت اطلع الاول معاه في اللغه العربيه. كمدرس هقول بعد كده يعني نقط بسيطه. كان له حركات معينه اول ما يخش الفصل. اول ما يخش الفصل يمسك التباشيره يكسرها اتنين وينفخ في كل طرف منها، وبعدين يكتب الموضوع على السبورة ويحط تحتيه خط صغير قوي قوي. دي كانت من صفاته. كان كلامه في الفصل very strict، حازم وبمنتهى الذوق. عمره ما شتم طالب، عمره ما اهان طالب، ولكن كان في نفس الوقت يعني إنسان وديع. من ضمن النقطة اللي حاب أذكرها، لما كان حد يحب يعني يزوق شوية في الحصة ويضيع الجزء منها، يقوم يروح نكشه بسؤال في الدين ما كانش يقدر يقاوم الإجابة عليه أبدا. فكان يقعد بقى يشرح النقط دي عشان هو كان حريص جدا طبعا أن كل حاجة تكون مفهومة كويس جدا من ناحية الكنيسة أو من ناحية الإيمان المسيحي. فكنا لما نحب مثلا يعني نضيع حته من الحصه نقوم نسال سؤال في الدين وكان بيجاوبنا عليه. كان دايما حليق الراس وكان دايما يلبس بدله نظيفه محترمه بسيطه. كان بسيط في كل تصرفاته ولكن كان حازما في نفس الوقت. كمدرس كان منظم جدا 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 في افكاره، وانا كنت بحرص ان انا اكتب كل كلمه يقولها في الدفتر بتاعي. واذكر مره جاء امتحان
فأنا يعني كنت بخرج من الدرس فهمه وحفظه. جه في الامتحان كان واقف بره جنبي ولقاني بجاوب الامتحان كما قالوا بلسانه بالظبط. أمال إيه؟ كلمة كلمة كده يا رفايل. دي من ضمن الحاجات. ولأني زي ما قلت أنا كنت يعني كويس جدا في اللغة العربية وكنت دايما أطلع الأول. فلما جه مستر رفايل بيقولوا لي طبعا يا عم ما هو قريبك عشان كده بيطلعك الأول. طب يا جماعة أنا ما كنت بطلع الأول من قبل ما يدرسني، لكن هي دي حب يمسكوا قال ده قريبك قريبك قريبك. وطبعا اللي شرفني طبعا هذا كان زي ما قلت طريقة تدريسه فيها جمال. وأنا عايز أذكر بعض الحاجات اللي كان بيقولها لما كان بيدينا أغراض الشعر مثلا. ما زلت أذكر بعض الأبيات اللي كان بيجيبها كمثال لأغراض الشعر. وكان دايما يحاول يختار الشعر اللي ليه مغزى. على سبيل المثال لما كان بيقول من ضمن أغراض الشعر الوصف، فذكر بيت كتبه أمير الشعراء أحمد شوقي بيوصف اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وخروج تابوته منه، فبيقول إيه؟ خرجت من القبور خروج عيسى عليك جلالة في العالمين. طبعا مغزى إنه يدينا هذا الكلام بيورينا قد إيه إن قيامة السيد المسيح في كثيرين يعترفون بها، ولكن أو إلا ما كانش جابها في الشعر. من ضمن أبدا أيضا الأوصاف أو الأمثلة اللي كان بيجيبها لما يقول إيه زعم الفرزدق أن سيقتل بربعا فابشر بطول سلامة يا مربع. لأن كان الفرزدق بيدعي انه عايز يموت، فقول لا اطمئن بقى ما دام هتيجي من ناحيه الفرزدق اضمن بقى ان عمرك طويل. شويه حاجات زي كده كان بيختارها لنا وكانت فعلا لطيفه جدا جدا. وانا زي ما بقول انا بدين لمستر رافائيل بكثير جدا 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 من معرفتي في اللغه العربيه. واذكر مره كان في اخر السنه والطلبه قاعدين بقى يتشاقوا ويجروا، فانا ابتديت اخش في معاهم، راح ناديه لي كده قال لي رفايل تعالى هنا، قال لي اخشى ان تكون اخلاقك هتتاثر بزملائك. قلت له انا اسف يا استاذ، ورجعت تاني طبعا قعدت مؤدب. دي بعض ذكرياتي في المدرسه. سنة 46-47 كنت في تلك السنة أدرس في فروع من مدارس الأحد، وكنت أدرس في مدرسة إنجليزية، وكنت أدرس في مدرسة ابتدائية، وكنت طالبا في الكلية الإكليريكية، وكنت طالبا في كلية الآداب، وتخرجت سنة 47 من كلية الآداب، وفي نفس الوقت تخرجت من مدرسة الضباط الاحتياطي وكنت أول دفعتي. فترة الجيش علمتنا أشياء كثيرة، منها النظام والجدية في الحياة وخدمة الإنسان لنفسه والاستيقاظ المبكر إلى ما فيها من فوائد صحية أيضا يتميز بها كل ضباط الجيش. وكنت أيضا جادا جدا في عصريتي، وكنت محبوبا من زملائي،
من الضباط أساتذتي، و وبالنسبة لإخوتي المسلمين كانوا يطلبونني لأتولى إطعامهم في الميز وبخاصة في رمضان. اولا كان معايا في الجيش سنة 48، وبعدين كان راجل ملتزم، راجل طيب، يقعد يجيب ويقعد لوحده مؤتشر. وبعدين انا معايا صورة بتاعته لغاية وقتنا هذا، فانا احبه قوي قوي قوي، وراجل كان طيب لدرجة مات صورها العقل، فانا احبه والله احبه كم مرة. وبعدين ربنا يديه طول العمر، انا اتمنى ان هو يبعت لي وانا اكون جنبه، زي ما كان يقول لي اسكت يا عزه وعفر. فهو دلوقتي في منصب كبير. على كل حال احنا نحب الاقباط، وانا واحد من الناس كل زمايلي من الاقباط. وبعدين هو كان يقول لي يا جعفر، وكان كمان اكلته العيش والملح، وبعدين يقول لي يا جعفر اقرا يا ابني كويس وخليك منتجب وصلي، وهو كان راجل طيب. وانا ما انساش عشرته، وما انساش ان هو كان خدوم وكان راجل في منتهى الصراحه، وكان محبوب لدرجه لا تتصورش العقل. وهو كان منتجب بحد نفسه، وكان ماسكين الشؤون الاداريه، كان بيدي العساكر كل واحد حقه، واكلته المفضله العيش والملح. كان طيب قوي 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 قوي، كان عبارة عن انه آية، خلينه آية من الآيات، ومعايا صورته لغاية وقتنا هذا وهو في كنت أدرس في مدرسة ابتدائية لغة إنجليزية، وكنت أدرس في مدارس الأحد، وكنت محرر في مجلة مدارس الأحد، وأول عدد صدر منها في أبريل سنة 47 كتبت فيه قصيدة هي في الحقيقة لم أكتبها، وإنما كنت ألقيتها في مؤتمر عن الأحوال الشخصية، قصيدة كم قفى الظلم عليك كم سعى الموت إليك. بالمناسبة دي هقول لكم حاجة عجيبة في الشعر، يمكن ما قلتهاش قبل كده خالص، ما تسجلش يعني مع اي حد قبل كده، وهي المرة الوحيدة الذي وقفت فيها على منبر الكنيسة اتكلم، وبعدين القسيس نزلني من هالمنبر وقال لي كفاية على كده يا ابني. ممكن تستغرب ازاي، كنت ساعتها في سنة رابعة ثانوي اللي هي زي الثقافة، وأحد زملائنا الطلبة توفي،
واختاروني نيابة عن الطلبة أن أقول كلمة في الجناز أو أن أقول قصيدة، وأنا كنت متأثرا وقلت شعر مؤثر. أول بيت والستات ابتدوا يدمعوا، وتاني بيت وابتدوا ينهنهوا، وتالت بيت وابتدوا يبكوا بصوت عالي، وبعدين جاني القسيس وقال لي كفايه كده يا ابني، فنزلت من على المنبر، ودي العظه الوحيده، ما بقتش عظه، الكلمه الوحيده التي لم اكملها. وعرفت فيما بعد، ما كنت صغير، عرفت فيما بعد ان الذي يقف على المنبر في العزاء ينبغي ان يقول كلاما يعزي به الناس وليس كلاما يثير مشاعر الموجودين. اهي دروس في الحياة. طبعا انا مش فاكر ايه الكلام اللي قلته، وحتى لو كنت فاكره ما اقدرش اقول احسن تعيطه، ولكن يعني فيما بعد تغير اسلوبي في الوعظ في الجنازات، لدرجة انني وانا اسقف للتعليم دعيت في احدى المرات لاصلي صلاة جناز بالنسبة لاحد اولادنا في كنيسة الانبا انطونيوس في شبرا، كان مدرسا في مدارس الاحد واكمل دراسته في كلية الطب وذهب الى الجيش، وعلى ما اظن جرار داس عليه ومات، وكان الموقف مؤثر جدا لدرجة اني لما بدأت اتكلم قلت للناس انا لم اتي ها هنا لكي اعزيكم، وانما لكي اتلقى العزاء معكم. وبدأت اتكلم وشعرت اني هنفعل، فعلى طول غيرت اسلوب الكلام الى اسلوب لاهوتي كتابي لكي لا اترك نفسي الى مشاعري تضعف امام الناس. قلت لكم انني التحقت بالكلية الاكليريكية وكعادتي باستمرار كنت الاول في الكلية، وتخرجت ايضا سنة 49 وكنت اول الخريجين من القسم الليلي الجامعي، وعينت في هيئة التدريس بالكلية، واصبحت حياتي هي حياة تكريس تقريبا ما عدا سنتين او ثلاثة قضيتهما في التعليم الثانوي وما عدا التدريس في المدرسة الإنجليزية. منذ ذلك الحين ازداد نشاطي جدا في مدارس الأحد، حتى كنت أدرس في العديد من الفصول وفي كثير من اجتماعات الشباب، وصرت عضوا في اللجنة العليا لمدارس الأحد، وصرت رئيسا لتحرير مجلة مدارس الأحد، وصرت مدرسا في مدرسة الرهبان بحلوان. وأفتكر لما أخواتنا في الجيزة أسسوا بيت التربية المسيحية في الجيزة اللي بقى بيت المغتربين، جعلوني عضو مجلس إدارة في هذا البيت، وطبعا ما كنا ندعى إطلاقا لحضور جلسات، يعني اسم عبارة عن ديكور. وبعد 3 سنوات تقريبا سقط نصف الأعضاء بالقرعة
لكي ينتخب بدلهم، وأنا كنت من الذين استمرت عضويتهم. وفي إحدى المرات كنا في زيارة الأستاذ حبيب جرجس مدير الكلية الإكليركية ورئيس مدارس الأحد، فقال له أحد أعضاء مدارس أحد الجيزة، قال له يا حبيبي الأستاذ نظير جيد علي، يعني عضو عامل معانا في جماعة التربية. فأنا قلت له هو عضو عامل ولا عامل عضو؟ لأني ما كنت أتدخل في شؤونهم إطلاقا، كنت عزوفا عن المسائل الإدارية كثيرا. وأفتكر مرة في بيت مدرس الأحد اللي هو بيصدر المجلة، كانت مجموعة الأستاذ إدوار بن أمين قصاد مجموعة الدكتور ميخائيل عياد، مجموعتين في الانتخابات، وكل مجموعة بتحب أنصارها هم اللي نجحوا، وأنا كنت محبوبا من كليهما، فمش نجحت وأخذت أكبر الأصوات، نجحت في الانتخابات وأخذت كل الأصوات، يعني مجموع الأصوات كلها، كل الفريقين اختارون، ولكن طبعا كل فريق عايز رئيس مجلس إدارة يكون منه، ومكسوفين يقولوا لي وانت واخد كل الأصوات ما تبقاش رئيس. فجم في أول اجتماع وقالوا احنا بتوع مدارس أحد ومش بتوع رياسات، فإحنا نعمل قرعة. نعمل إيه؟ قرعة. طبعا قصدهم من القرعة إن أي واحد فيهم يجي وبعدين نتنازل على كبيرهم عن إلى كبيرهم فيصبح هو. فأما عمل القرعة طلعت علي أنا برضه، لكن كان أسلوبي غير أسلوبهم تماما. أنا ليا الأسلوب الروحي في الخدمة وهم ليهم الأسلوب الإداري اللي ما بيتفقش مع أسلوبي. وقضيت فترة كان نتيجتها أني استقلت من رئاسة مجلس الإدارة وتفرغت للمجلة. قالوا لي ليه؟ قلت لهم إحنا 7 أعضاء، مننا 6 رؤساء وأنا العضو الوحيد. مجلس إدارة يتكون من 7، عبارة عن 6 رؤساء وأنا العضو الوحيد. ولما جيت بترك أتذكر إن مجلة مدارس أحد لتحياتي يعني في ذلك الحين كتبت مقالا عنوانه العضو الوحيد. اتخرجت تفرغت للإكليركية وللتدريس فيها مع مدارس الأحد مع المجلة، يعني أصبحت هذه الأمور الثلاثة هي التي تشغل كل وقتي: الكلية الإكليركية، مدارس الأحد، التعليم الديني عموما. يعني درست في الأول في الإكليركية مادة شعوب الكتاب المقدس، بأول مادة شعوب الكتاب المقدس، فدخلت الحصة رسمت نهر النيل وبدأت أتحدث عن الدروس الروحية التي نأخذها من نهر النيل. دي فيما بعد نشرت في كتاب كلمة منفعة. فدخل مسجل الكلية وبص للسبورة قال لي انت بتدرس ايه؟ قلت له بدرس شعوب كتاب مقدس نهر النيل. قال لي طيب. فما عجبهمش هذا الاسلوب فشالوني منه وادوني مادة العهد القديم، فبدأت ادرس مادة العهد القديم في مساعدة الأستاذ كامل متى
محمد أستاذ المادة الذي هو حاليا أبونا ميخائيل مادة في الأوصية. الأستاذ كامل مادة كان يميل إلى أنه يتفرغ للكهنوت، ففي آخر سنة لي في الإكليركية ترك لي منهج مادة العهد القديم كلها، بقيت أدرسها كلها، وهو تفرغ للاستعداد للكهنوت. وحينما صار الأستاذ كامل مادة كاهنا في القوصية كان من المفروض أن أتولى مادة العهد القديم، ولكني وجدت الأب الموقر القدس إبراهيم عطية مدير الكلية الإكليركية يعين فيها القس من أريوس عبد الله يتولى مادة العهد القديم، وكان معروفا أنه أستاذ طقوس وله كتاب في الطقوس. فقلت له يا ابونا أنت ما تعرفش أن أنا بدرس المادة دي؟ قال لي آه، لكن احنا لو خليناك في المادة دي مش هنكسب مدرس جديد يعينه لنا المجلس الملي. فقلت له اسمع يا أبانا، لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك. انا اعرف ان الاستاذ كامل مادة بالكاد كان في درس الكتاب ينتهي من مادة العهد القديم ولا يدرس العهد الجديد، فأنا سأتولى تدريس مادة العهد الجديد. وهكذا صرت أول مدرس للعهد الجديد في الكلية الإكليركية، لم تكن هذه المادة موجودة من قبل. بعد أن ذهبت إلى الرهبنة تولى تدريس هذه المادة عبد المسيح بشارة حاليا نيافة الأنباء أثناسيوس مطران بني سويف، وبعد أن ترحب عبد المسيح بشارة تولى هذه المادة الدكتور موريس تودروس، لكني درستها كأول مدرس لها في الكلية الإكليركية. فيما بعد كنا ندرس في الكلية المواد التي لم يكن يدرسها أحد من قبل، يعني إحنا لما بدأنا التدريس كانت هناك مواد جديدة لم تدخل الكلية الإكليركية، مواد جديدة دخلت على يد وهيب عطلة حاليا نيافة الأنبا غرغوريوس، ومواد أخرى دخلت على يد نظير جيد والأنبا شنودة لكي نستكمل المناهج الكاملة للكلية الإكليركية. في فترة من قبل الرهبنة كنت أيضا عضوا في اللجنة العليا للتربية الكنسية، وكانت تجمعني بالمتنيح الأرشدياكون حبيب جرجس صداقة ومودة، وألقيت قصيدة في يوم الأربعين حينما توفي وكنت متأثرا به جدا. كنت كلما أغور أضع في نفسي إن لابد أن أتلقى منه كلمة منفعة يقولها عبر الكلام بلا قصد، ولكنها تلصق بأذني ثم تلصق بعد ذلك بمفكرتي وتصبح جزءا من منهج روحي في الحياة. وهكذا كنت أحب الناس الكبار، سواء الكبار في المنهج الروحي أو رجال الكهنوت عموما. حينما جئت من الريف أو الوكي البحري إلى القاهرة كنت إذا رأيت كاهنا في الطريق
أظل أجري أجري إلى أن ألحقه وأسلم عليه وأقبل يده وأشعر أنني أخذت بركة. وفي مرة من المرات أحد الآباء المطارمة زاروا كنيستنا في شبرا، فدخلت في زحام الناس إلى أن سلمت على الأب المطران، وظللت أتأمل يدي أسبوعا متعمقا في البركة التي أخذتها هاتان اليدان من سلامهما على المطران. البابا شنودة في شبابه كان شعلة ذكاء، وكان أيضا شعلة نشاط وشعلة دقة في المواعيد، شعلة أيضا في الاطلاع الديني، يعني كان يمضي معظم أوقاته في الخدمة، سواء كانت خدمة الوعظ أو خدمة مدارس الأحد أو خدمة الافتقار أو خدمة رعاية الشباب المختلف. أوقات يقول من الصباح الباكر حتى منتصف الليل، بعد الاجتماع مثلا بتاع يوم الخميس كنا نمضي نعمل اجتماع صلاة نص الليل لغاية الساعة 12 بالليل، ونمشي في شارع قبة الهوى من كنيسة الأنبا أنطونيوس كده، ونوصل برضو نمضي سهرة جميلة في منزله، لأنه كان يسكن مع أخوه، وكان يتميز في ذلك الوقت أنه يقفل الباب اللي بين أوضته وبين أوضة أخوه لأن أخوه متزوج، وكان تفضل الأوضة بتاعته يدوبك للشارع، فنقدر أن احنا نقعد معاه ليلة ليلة جميلة كلها نواحي روحية واطلاع طول وقت واطلع. هتقول لي بيذاكر امتى مثلا وهو كان في ليسانس الاداب؟ كان ليلة الامتحان يقرأ كتاب بأكمله لم يكن قد سبق ان تصفحه، وكان تاني يوم يجاوب وياخد ممتاز. دي لوحدها ما اقدرش اقول انها ذكاء عادي، ولكن ولا ذكاء مفرط وبس، ولكن دي موهبة حطها ربنا فيه لانه كان بيجهزه للبابوي. من جهة مثلا لما دخل الجيش، فكان هو يصوم مع المسلمين صيام رمضان، لما يصوم صيام رمضان كان هو اللي يصحيهم عشان خاطر يتصحروا، وكان لا يمكن انه يذوق الطعام ولا الشراب، مع انها في ايام الافطار العادي للمسيحيين، لكن هو كان يصوم معاهم برضو صيام رمضان. من جهة الوطنية كان دائما يحس الشباب ويقول لهم اهم حاجة الوطن، ان مصر وطنا ليس نعيش فيه ولكنه وطن يعيش فينا. ودايما علمنا زمان، انا كنت تلميذ له طبعا لانه هو اكبر مني بحوالي 5 سنين، فعلمنا باستمرار مش بس الحياة الروحية ولكن الحياة الوطنية، لأن الوطن لنا وطنين، وطن سماوي لابد أننا نهتم به ونحط نسبة عيننا أن احنا نتجه إليه في حياة روحية سليمة، ووطن أرضي هذا الوطن لابد أن نخدمه من أجل مصالح شعبنا أقباط ومسلمين، لأننا نسيج واحد. هذا هو الذي تعلمناه في شبابنا من البابا شنودة. هدي لكم مثل صغير، ليلة ما كان رايح الدور، ويمكن دي ما حدش يعرفها غيري أنا، قابلته كنت كان طالع من بيت مدارس الأحد اللي في شارع خلوصي، شارع روض الفرج ده اللي امتداد خلوصي، قابلته كان طالع وعامل معاه لستة بكل الحاجات اللي هو موضبها، قال لي آخر حاجة موجودة وحجهزها النهاردة لأن أنا بكرة الفجر هطلع مسافر، هو انك انت حاجز مجلدات مدارس الاحد. مجلدات مدارس الاحد كنت انا بحجز مجله مدارس الاحد السنويه، فكان يجلدها وندفع فيها مبلغ، فكنت انا دافع ثمن 5 مجلدات، فاداني هذه المجلدات، قال لي انت اخر حاجه محطوطه ولازم قبل ما اسافر اكون مخلصها، وصهر لغايه لما سلمها وبعتها لي مع شخص اخر قبل ما يروح. يعني معنتها مش انه علشان يعتزل ويروح الدير، يعني معنتها انه رايح كشخص يائس او كشخص زعلان من الدنيا، لا ده رايح
كشخص محب للبرية ومحب للحياة الروحية، وعلشان كده لابد ان يوفي كل الاعمال اللي موجودة قبل ما يروح عشان يبقاش عنده حاجة نقص ما عملهاش. كثيرا ما كان يعلمنا ان دائما علشان خاطر الانسان المسيحي يكون انسان ناجح في المجتمع لابد ان يتمسك بالمبادئ الدينية. كان عالم كبير جدا، ما نقدرش نتكلم عنه في علمه اثناء ما كان يدينا درس مدارس الاحد او اجتماع الخدام او اي اجتماع بتاع شباب او كنسي. العلم اللي كنا ناخده كنا نحس ان مش انه بيخاطبنا في قلبنا، بحس ان كل حاجة تبقى نطلع مش محتاجين اننا نفتكرها تاني. ودي نقطة عجيبة في قداسة البابا. كيف دخلت اذن الا الرهبنة؟ لم ادخل الا الرهبنة سأما من الحياة او عجزا عن متابعة مسيرتي فيها. فقد كنت ناجحا جدا في حياتي وانا ألماني، وكنت مكرسا لله، وكانت تأتيني دعوات للوعظ خارج القاهرة في كثير من المحافظات، وكنت أعظ في الكنائس، وكنت محبوبا، وكنت خادما ناجحا جدا في مدارس الأحد، ولكن كل هذا ما كان يشبع قلبي إطلاقا. كنت أشعر أن في قلبي فراغا لا يملأه إلا الله. ولعلكم تذكرون أنه من ضمن مقالاتي تحت عنوان انطلاق الروح مقالة عنوانها لست أريد شيئا من العالم. وهذه المقالة مقالة مسكية إلى حد بعيد. قلت فيها لست أريد شيئا من العالم لأن العالم ليس فيه شيء يشبعني، لو كان ما أريده في العالم لتحولت الأرض إلى سماء، ولكنها لا تزال أرضا كما أرى. مقالات انطلاق الروح كانت مقالات ممهدة للحياة الرهبانية، كذلك أيضا الشعر المسكي الذي كان ينشر لي في مجلة مدارس الأحد كان تمهيدا أيضا لهذه الحياة. ولعل من ذلك قصيدة وماذا بعد هذا التي تشرح كيف أن الإنسان مهما وصل إلى ما يريده الناس من العالم سينتهي إلى لا شيء. وآخر قصيدة كتبتها وأنا ألماني قبل أن أذهب إلى الدير كانت قصيدة سائح التي أقول فيها، أقول هذا الكلام وأنا ألماني لكن أتصور الموقف، التي قلت فيها أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري، لي بحر في شقوق التل قد أخفيت بحري، وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري، تائها أكتاز في البيداء من قفر لقفري، ليس لي دير فكل البيد والآكام ديري، ولا سور فلن يرتاح في الأسوار فكري.
أنا طير قائم في الجو لم أخفى الوكر. آخر قصيدة كتبتها وأنا علماني قبل أن أذهب إلى الدير كانت قصيدة سائح التي أقول فيها أقول هذا الكلام وأنا علماني لكن أتصور الموقف التي قلت فيها أنا في البيداء وحدي ليس لي شأن بغيري لي جحر في شقوق التل قد أخفيت جحري وسأمضي منه يوما ساكنا ما لست أدري تائها أكتاز في البيداء من قفر لقفري
ليس لي دير فكل البيد والآكام ديري ولا لا ولا سور فلن يرتاح في الأسوار فكري أنا طير هائم في الجو لم أحفل بوكري إلى باقي القصيدة. دي كلمات واحد وهو ألماني قبل ما يذهب إلى الدير. قبل أن أدخل إلى الدير كان الدير قد دخل إلى قلبي، وقبل أن أعيش فيه كان هو يعيش فيه. ليس مجرد الدير، إنما الحياة الرهبانية بما تحمل من وحدة وهدوء ومحبة للسكون ومحبة للانطلاق من كل رباطات العالم لكي يعيش الإنسان لله وحده. كنت راهبا في قلبي ولم يكن يعوزني سوى الملابس السوداء ارتديها والقلنسوة اضعها على رأسي والمنطقة اتمنطق بها، بل انني وانا الماني كنت دائم الزيارات الى الدير، وفي بعض الأحيان كانت لي مسؤولية في الدير كالمكتبة مثلا، وأخذ مفاتيحها معي وأنا نازل لو أنا ألمان. وأتذكر في أول زيارة لي في الدير كانت هناك مدرسة للرهبان استمرت سنة أو بضع سنة، ودعاني نيافة الأنبا ثاؤفيلوس رئيس الدير لكي ألقي كلمة على الرهبان في هذه المدرسة، فتكلمت عن الحياة الرهبانية وكيف تكون. شيء عجيب أن علماني يزور الدير فيجمعون له الرهبان لكي يحدثهم عن الحياة الرهبانية وكيف تكون. أول يوم ذهبت فيه للرهبنة، لأن الدير كنت بذهب إليه من مدة طويلة، لم يكن هناك طريق ممهد مثل ما يوجد الآن. أنا ركبت عربة من القاهرة إلى الإسكندرية ومن الإسكندرية إلى الدير إلى الطريق الصحراوي، وقلت في نفسي آخر مرة أركب فيها الأتوبيس في حياتي. من الريست هاوس يوجد طريق مسافلت إلى الهوكرية، قلت آخر مرة همشي على الطريق المسافلت في حياتي. وبعدين مشينا من الهكرية إلى الدير في طريق لم تكن هناك المزروعات ولا الإصلاح الزراعي الذي بدأ فيما بعد. المهم إن أنا عشت في الدير، اخترت اسم أنطونيوس لأني كنت أحب اسم أنطونيوس، وكنت في مدارس أحد الأنباء أنطونيوس، وهذا الاسم استمر معي في كل الرسامات. يعني أول كاهن رسمته أبونا أنطونيوس راغب، أول واحد بعثته للمهجر أبونا أنطونيوس بقى سليمان، أول واحد لأمريكا، أول واحد بعثته لإنجلترا ورسمته برضه أبونا أنطونيوس فرج إلى آخره. يعني طبعا اشتغلت في مجمع الدير فترة، اشتغلت في
المسؤوليات الأولى التي أخذتها في الدير، مكتبة الدير ومطبعة الدير والزوار الأجانب، ونفركهم ونشرح لهم الدير يعني. وكنت لا أرفض أي وظيفة تعطى لي مهما كان التعب فيها. ترحب قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان في برية شهيد المقدسة، وفي هذه الكنيسة بالذات وفي هذا المكان بالذات اللي احنا قاعدين فيه بنسجل، باسم الراهب أنطونيوس السرياني في 18 يوليا سنة 1954 على يد صاحب النيافة الحبر الجليل متنيح الأنبا سوفيلس أسقف ورئيس الدير في ذلك الوقت. وصار الراهب أنطونيوس في رهبنته سيرة ناجحة جدا في حياته الخاصة في خدمة الدير وفي خدمة الرهبان. مسك أبونا أنطونيوس السرياني أعمال كتيرة في الدير لأنه كان راهب نشيط، من أهمها مكتبة الدير الغنية بالمخطوطات الأثرية القيمة، فقام بقراءتها كلها تقريبا، صنفها وبوابها وفهرسها، وما زالت الملصقات اللي حطها على الكتب والمخطوطات باقية حتى الآن، ومكتوب عليها أرقام الفهرسة بخطه الجميل. طبعا دي مكتبة دير السيدة العذراء الشهير بالسريان، واحنا مدينين طبعا لقداسة البابا لانه هو بصراحة هو اللي اسسها من العدم. فبالنسبة للكتب هو اللي قام بفرستها هي والمخطوطات، لدرجة ان المخطوطات برضو تحمل خط يده، فتلاقي كل الارقام بتاعتها سواء محطوطة في الكعب او محطوطة في اول الجلدة بخط ايده وبنظام فهرسته، و ما زالت هذه الأرقام محتفظين بها حتى الآن ولم تتغير وأيضا لم تتغير، لأنه على مستوى العالم أصبح عارف المخطوطات بتاعتنا بالأرقام اللي هي ديت وما لاش نغير فيها أي حاجة. بالنسبة للكتب برضك هو اللي حاطط قداسته، هو برضك هو اللي حاطط الأرقام عليها وإحنا كملنا عليها بعد كده. ونظام فهرسها الأساسي بالترتيب اللي هو وضعه طبقا للبيانات اللي هو كتبها في الفهارس اللي كان مدونه بخط ايده، يحمل الأرقام المسلسلة، يحمل نوع الكتاب والمؤلف والموضوع طبعا، وعدد الصفحات والناشر مترجم، يعني كل بيانات الكاملة، بحيث ان اي حد من الابهات او من الباحثين لما يجي يستعين بالفهرس يقدر يطلع كل الكتب اللي تشمل الموضوع اللي هو يبحث عنه بسهولة. وطبعا الارقام دي برضو البيانات بتاعت الكتب هي اللي اعتمدنا عليها في الداتا بتاعت الكمبيوتر اللي دخلناها من هذه الفهارس. وكان الأساس بتاع لكل كتاب كان عامل له كارتة تشمل اسم الكتاب طبعا بعد الترقيم بتاعه والمؤلف وتاريخ الكتاب حالة الكتاب والملاحظات اللي هي المواضيع اللي موجودة أو جزء من الفهرس بتاع الأساسي بتاع الكتاب نفسه. مثلا الكتاب ده مثلا يشمل كتاب قوانين المجامع ويشمل قوانين المجامع المسكونية، المجامع الصغار ايضا اللي هي المكانية، والكتاب ده بخط ايده، وفي عندنا كروتة كتير ما زلنا محتفظين بيها بالرغم من ان احنا دخلناها الكمبيوتر، اللي انما لسه ما زلنا محتفظين بيها كاساس في المكتبة.
بالنسبة لأكمل الفيرست قوانين المجامع النقية العشرين قانون الصحيحة، ويوجد أيضا القوانين التي بتعترف بها الكنيسة والترقيم بتاع القديم والقسم بتاع اللاهوت، يعني بيانات كاملة شاملة بالنسبة للمخطوطة وأيضا بالنسبة للكتاب. مربط قداسة البابا قام بمجهود يعني جبار في انه نسخ بعض الكتب القديمة او بعض المخطوطات القديمة اللي هي كادت انها يعني تبقى تتهتك من الزمن. فده مخطوط ايه؟ سير الاباء القديسين الاطهار المكرمين المنتخبين الابرار المجاهدين، وده مصنفين طبعا ضمن المخطوطات، ويحمل الرقم 281 الف ميامر، وكلمة ميامر يعني سير القديسين، وكل المخطوطة بخط ايد قداسته. كل ده بخط قداسة البابا المحفوظ عندنا في حجرة المخطوطات، وهكذا وغيره وغيره وغيره. يعني المكترى مدينة بقداسته بالمجهود الجبار اللي هو قام بيه، وخصوصا انه بدأها تقريبا يقول من الصفر، حافظ على الكتب محافظ على المخطوطات، قام بالترميم اللي تحتاج ترميمه بالاستعانة بالجهات اللي ممكن الاستعانة بها في ذاك الوقت، وما زلنا منهجه حتى الآن. ربنا عوضه. عاش في الدير وتنقل في عدة قلالي، أهمها قلاية موجودة حتى الآن بالحصن الأسري للدير، وهي قلاية صعب أن يسكن فيها أحد لسوء التهوية ولسوء الإمارة، ولكن لمحبته في الوحدة سكن فيها، وكانت بطولة منه أن يسكن في هذه القلعة. سكن أيضا في عدة قلالي بحديقة الدير، ما زالت قلايته موجودة حتى الآن، يتردد عليها بين الحين والآخر في حديقة الدير. سكن فترة من الزمان في مغارة حفرها لنفسه في منطقة تبعد عن الدير حوالي 10 كيلو اسمها البحر الفارغ، وكان يذهب ويأتي إليها ماشيا على الأقدام، وكان يعيش فيها فترات السكون والوحدة والتأمل، وكانت أجمل فترات حياته في الرهبة. كان له الفضل أيضا في استصلاح واستزراع حديقة الدير ببعض أشجار الفواكه التي ما زال بعضها باقيا حتى الآن. جت فترة كان قداسة البابا هو أب الاعتراف الوحيد في الدير، بعد أن رسم قسم ونزل إلى البطريركية ليخدم كسكرتير روحي لقداسة البابا المتنيح الأنبا كيرلس السادس، وبعدها رجع إلى الدير وأصبح هو أب اعتراف الدير لحكمته وحنكته وخبرته الروحية والرهبانية. مكان ده كان مكان سيدنا البابا الألاية تحته، هو أبونا أنطونيوس في الأوائل 55 هنا، كان 3 ألالي، وكانت ألايته الأولانية هنا، كان بجوار أورت الأوربان، قعد فيها فترة طويلة وبعدين اتنقل منها راح ألاية تاني. كان هنا مكان الزرع ده بياخد فترات بالليل طويلة عشان يقوم النوم، كان بيسهر، كنت مرات كتيرة بالليل أطلع ألقاه قاعد بيصلي هنا في المكان ده، هنا شجرة تنبا برقام. كان مكان هنا في مطبعة، أول مطبعة تيجي الأديرة
كانت بتطبع الميامر والكتب خارجة من دير السريان كلها. جميع الكتب اللي طلعت من دير السريان كانت بتطبع هنا في مطبعة، أول مطبعة كانت تيجي دير السريان كانت هنا مطبعة في الدير. وكان مشرف عليها هو الأنبا شنودة، كان اسمه أبونا أنطونيوس، وكان هو المطبعات كلها مسؤول عنه. والميامر بقى بتاعت عيد الميلاد وعيد القيامة وعيد طوب القديسين كان كله بيطبع هنا، وكانت بيوزع مجانا. فكان هو مشرف عليها وهو اللي بيترجم وهو اللي بينقل الكتب كلها على طباعتها. فخدنا فترة طويلة بقى كان هو معانا هنا وملازمين المكان ده، كان دايما يغذينا بقى بالكلام الروحي من ناحية القديسين بقى مثل أرشليدس ومرسفجيني ومثل القديسين اللي هربوا من أهليهم وهربوا في الجبال واتناسوا وبعدين اتعرفوا فكانوا قديسين عظام. فكان هو دايما يتكلم عنهم، وكان دايما لما يجي يمشي يتمشى بعد الغروب كان يتمشى لوحده ما يخليش حد يمشي معه، يقول لك يعطله من المزامير والصلوات والتأملات الروحية. وكان يكره دايما يقعد على باب الدير لأن باب الدير فيه هوا، وكان يقعدوا يتكلموا وكثرة الكلام لا تخلو من المعصية. فكان دايما ما يحبش قعدة باب الدير البوابة اللي ما كانش يقعد فيها أبدا. وكان يشد أن الراهب لا يكون معه لبس رسمي كعمة وفرجية وحاجة زي كده عشان ما يتحاربش ينزل العالم. كان بينكر ذاته في كل حاجة، حتى أهله أو أقاربه كان يبتعد ولا كان يرفض مقابلته، وكان دايما يرفض حد يصوره أو واحد يجي ياخد صورة أو واحد يجي يتكلم معاه بخصوص العالم، كان يهرب منهم كلهم. كان هنا لما بيصلي في الكنيسة كان ياخد زاوية في جنب كده يصلي فيها لوحده لوقت الصلاة المناولة، يطلع يتناول. وكان مواظب في الصلوات بقى، صلاة نص الليل المزامير كان أول واحد يكون موجود في الكنيسة، ويوم الحد بالذات كان يحضر قداس ويلبس. وهو شماس طبعا كان لسه ما اتعملش كاهن، فكان يتناول كل يوم حد. انما لما ترسم بقى السيس سنة 58 في اخر اغسطس 31 اغسطس ابتدى بقى يشترك، وكان يعمل قداسات. القداسات اللي كان بيعملها بقى كان بيعملها من الساعة 1 لـ5 خاصة في الصيام الكبير. يعني في الصيام الكبير ما كانش يطلع قداسه إلا بعد المغرب يوميا كان يصلي، وكان يحب القداس الغرغوري دايما كان يصليه، وخاصة في كنيسة المغارة لأن الصيام الكبير كان بيبقى هناك يوميا عشان كنيسة شتوية. فيوميا كان يطلع القداس المغرب، وكان دايما حار في الروح دايما ما يحبش حاجة مش كويسة أو حاجة عودة في الدير أو حاجة عودة في الرهبنة. فكان دايما يقاومها، وكان بيرشد الآخرين اللي كانوا مقبلين على الدير، وكان الموجودين برضو يشرح لهم أو يرشدهم لعمل الخير. بعد ما قعد في الدير لغاية ما قعد في المغارة كان يجي كل يوم سبت يحضر قداس يوم الحد ويرجع للمغارة يقعد لغاية الأسبوع كله. فكان بيحبس أوقات كتير هو جوه الدير قبل ما يروح المغارة. فطبعا جاء كان ربط الدير الأنبا دوماديوس حاليا كان نزل وكان هو نايب عنه، وطبعا لازم يحبس في أول صيام الرسل، وكان العمال عاوزين ينزلوا ينتخبوا كان انتخابات. فطبعا بعت لي ورقة وكان بالمراسلة بقى هو قاعد في المحبسة في القلاية اللي فوق بقى اللي هي قدام السهريج. فكان يكتب أو أنا أطلب الطلب وهو يرد عليه، بعد 5 دقايق أخش ألاقي رد علي في الورقة. والورقة دي موجودة حاليا في المكتبة في المتحف، وكان في قراءة البستان كان نيافة الأنبا بتوفيس المتنيح كان يقول له اقرأ البستان. فيقرأ البستان ما كانش بيفتح الكتاب، يعني فاتح الكتاب والصفحة ما قلبهاش، كان بيقول عن ظهر قلب بقى قصص القديسين والرهبان
والمتوحدين، وكان طبعا يعني قوي جدا في الروح، وكان هو ذكي جدا في الأقاويل بتاعته، وطبعا مطبعاته كلها اللي طلعت من الدير كان هو اللي بيعملها وكان هو بيترجمها، ونشكر الله. سكنت في مغارة في فبراير سنة 56، وكانت على بعد 3.5 كيلو من الدير. أول يوم سكنت المغارة طبعا حفرنا المغارة بنفسنا، يعني أنا وبعض زملائي. أول مرة سكنت فيها في مغارة افتكرت ان الشياطين هيحاربوني وتبقى حكاية، فبدأت اكل وتسبحة الدير، لدرجة ان انا في فترة بسيطة كنت حفظت مثلا المجمع، وفي المجمع كنت اقول اهو دلوقتي يعرفوا ان اصحابي كتار فما يتعبونيش. تصوروا مثلا لما نقول في ربع من الارباع ابخور استرف انتيني انجيلوس، ابخور استرف انتيني مارتيروس، يعني كل مصاف الملائكة كل مصاف الشهداء 144,000، ده في 144,000 دول تبدأ يخاف الوقت، يعرف الراجل له اصحاب كتار ب 144,000. وبعدين لقيت شياطين تحاربني ولا حاجة، لسه ما هم حسوش بيا في الجبل ساعتها. المهم ان انا عشت في المغارة وقتا، ثم فيما بعد يعني لم يعجبني ان تكون دي مغارة الى جوار الدير، فسكنت في مغارة اخرى عند البحر الفارغ على بعد من 12 كيلو تقريبا من الدير، كانت تمر علي فيها اسابيع لا ارى وجه انسان. وهذه الفترة كانت أكثر فترة في حياتي عشتها في الوحدة، وأكثر فترة قرأت فيها أقوال الآباء القديسين، يعني نفعتني فيما بعد لما بقيت أسف للتعليم وبدأت أتكلم من أقوال الآباء، فكان الكلام جديدا على الناس لأن لم يكن أحد يكلمهم في أمثال هذه الموضوعات في ذلك الزمن. كانت فترة جميلة، وكانت المغارة هي أعلى مكان في الجبل، يمتد البصر إلى عشرات الكيلومترات أمامها دون أن يعترضه شيء، يعني مكان عالي تبص تلاقي مسافات طويلة. في تلك المغارة أيضا نظمت بعض قصائدي، منها قصيدة همسة حب كانت في المغارة دي، أيضا قصيدة تائه في غربة، قصيدة من تكون، قصيدة الأنبا أنطونيوس اللي أولها في كنيسة الأبكار، دي تقريبا كانت في يناير 62 بطلب من كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. في الأسبوع الأول من رهبنتي وضعت قصة آدم وحواء
وسقوطهم في الجنة، اللي أولها تعالى الله مولانا وبورك حيثما كان. قرأت قراءات كثيرة جدا جدا، يعني في أقوال آباء، بل أيضا حينما كنت مسؤولا عن مكتبة الدير لأول مرة استوردنا كتب الآباء من الخارج، لأول مرة في الأديرة كلها، يعني كنا بنجيبها من مكتبة في أكسفورد اسمها بلاك ويلز لايبراري، فيها كتاب للباتريستكس وكتاب للثيولوجي، مؤلفات كثيرة، فكنا نستوردها وبدأنا نضع في المكتبة الدير مجموعات من كتب الآباء. بعدها بعدة سنوات بدأت أديرة أخرى تستورد مثل هذه الكتب. وأثناء وجودي في الدير أيضا ترجمنا بعضا من أقوال الآباء، كنا في كل عيد ننشر نبذة عن العيد، إما من المخطوطات وإما من ترجمة من أقوال الآباء. فترة قراءة وفترة علم ومعرفة وفترة وحدة وهدوء وسكون كنت أشعر فيها بجمال الحياة وهدوئها، وبخاصة في وقت الليل. من ضمنها على ما أظن قلت: هدوء الليل موسيقى وأنغام تداعبني وصوت الريح في رفق يصب اللحن في أذني. أنت بشعر أن صوت الريح كما لو كان أنغام وموسيقى، يعني الحياة في الوحدة متعة لمن يستطيع أن يستغل الوقت في الهدوء. الذي لا يستطيع أن يستفيد من الوقت تصبح الوحدة بالنسبة له متعبة، ما يقدرش. ظلت محبة الوحدة في قلب وحدتي في قلبي حتى بعد أن صرت أسقفا. كنت أول أسقف يقضي نصف الأسبوع في القاهرة ويقضي النصف الآخر في الدير، وظلت معي حتى الآن على الرغم من مسؤوليات البطريركية نصف الأسبوع في القاهرة ونصف الأسبوع في الدير، إلا لو كنت في الإسكندرية أمر على الدير أيضا ثم أذهب إلى الإسكندرية. لم يحدث أن أحد الآباء البطاركة ارتبط بالدير مثلما ارتبطت به في الوقت الطويل الذي يقضى فيه. كما قلت لبعض الناس إنني لا أستطيع إطلاقا أن أجد نفسي تائهة في ضوضاء العالم، فيحتاج الشخص مهما كانت مسؤولياته أن يجلس إلى نفسه ويجلس إلى الله الذي هو داخل نفسه لكي يتمتع بالهدوء وبثمار الهدوء في حياته. فترة الدير كانت على نوعين: الفترة التي تقضى في المجمع والفترة التي في المغارة. في فترة المجمع لأول مرة في تاريخ الأديرة أيضا بنينا بيت الخلوة في دير السريان
وكان يشرف عليه القمص الغاثم نيافة الأنبا غاثم حاليا، يشرف عليه إداريا، وكنت أنا أشرف عليه روحيا، وكنت أب اعتراف لكثيرين. ومسألة أب الاعتراف دي كانت لها قصة هي أيضا. لما دخلت الرهبنة ما كنت أود إطلاقا أن أصير كاهنا، كنت أريد أن أعيش بعيدا عن الكهنوت مثل الآباء الأول. وفي كل مرة كان رئيس الدير نيافة الأنبا تيوفيلس يرسم راهبا، كان يعرض علي فأعتذر، وكنت لا مانع عندي إطلاقا أن أخدم شماسا مع رهبان رسموا بعدا مني، ومن رهبان كان كلامي الذاتي في العالم، عنديش مانع. إلى أن حصل في يوم من الأيام أنهم احتاجوا إلى أب اعتراف. أنا فاكر هذه الأيام بتاريخها، كان حدث في يوم 24 أغسطس سنة 58، يعني بعد رهبنت بأكثر من 4 سنوات، يعني أن رسم أنبا غاثم راهبا. كان عيد العذراء 22 أغسطس يوم جمعة و 24 أغسطس يوم حد، ولم يجدوا له أب اعتراف، لدرجة أن الأنبا تيوفيلس قال له تكشف أفكارك لأبونا أنطونيوس ويقرأ لك التحليل أبونا متياس. فالأنبا بمجد صالحين ولقوا الطريقة دي مش نافعة، فضغطوا علي لكي أرسم كاهنا لأكون أب اعتراف للدير، على الأقل للرهبان الجدد يعني. فقبلت هذا الوضع لأنه لا يتنافى مع تعليم الآباء، إذ كان الآباء على الرغم من بعدهم عن الكهنوت كانوا يقبلون الكهنوت للاعترافات وللصلوات القداسات. فكان أنبا غاثم هو أول راهب يعترف عليه. ولأنبا غاثم هذا قصة عجيبة بعض الشيء. حدث قبل ذلك على ما أظن بسنتين أن أتى إلى الدير وهو ألماني يعترف على مين؟ يعترف على أبونا أنطونيوس اللي هو يحبه من زمان. فقعد يقول لي اعترافات مول متولد إلى ذلك الحين، وبعدين في الآخر قال لي اقرأ لي التحليل، قلت لي أنا مش قسيس. وفكر أبونا مدام كلمة أبونا يبقى قسيس. طبعا بعد ما بقيت قسيس أخذ الحاجات دي بأثر رجعي، وطبعا كان وجودي علشان اللي بيجوا في بيت الخلوة والشباب والاعترافات كان لابد من حكاية كاهن. ففي يوم 24 أغسطس سنة 58 اترسم أنبا غاثم راهب، في 31 أغسطس 58 يوم الحد اللي بعديه اترسمت أنا قسيس، في 7 سبتمبر الحد اللي بعديه اترسم عبد المسيح بشارة راهبا باسم الأب مكاريوس، وفيما بعد بقى الأنبا أثناسيوس مطرم بني سويف. أضيفت إلي أعباء جديدة هي مسألة الاعترافات ومسألة قيادة الرهبان روحيا، وأصبح كل راهب جديد يبقى لأب اعترافه.
دي برضو كانت تتعبني، لان معناها ان افكار الدير كلها هتخش دماغي عن طريق الاعترافات. افتكر من السنة الاولى ليا في الرهبنة لما كنت اقفل على نفسي فترة من الزمن، كنت الاقي احد احبائي ممكن يخبط على بابي، نعم، يقول لي ممكن تصلي من اجل فلان عشان حكايته كذا. طب انا مش عايز الاخبار دي، عايز ابعد عن الدير، لكن عن طريق الصلاة تجيني اخبار الناس، عن طريق الاعترافات تجيني اخبار الناس. الى ان حدث في وقت من الاوقات اني قلت في نفسي انا مش عايز الرهبان يولفوا علي، وكانوا بقى يشعروا بالصداقة الكبيرة اللي بيني وبين انبا توفيلس، فكل واحد عنده مشكلة يجيني حتى من غير ابناء في الاعترافات. قلت انا هيجي علي وقت مش اقدر، انا هخش جوه الدير واقفل على نفسي جوه الدير وما قابلش حد وانا جوه الدير. وفعلا اخترت لي قلاية في القصر القديم الحصن وقفلت على نفسي، وكنت لا اقابل احدا على الاطلاق. كانت يمكن فترات هدوء اكتر من المغار. وفي يوم من الايام سمعت جرس حزيني بيضرب في الدير، يبقى معناها لابد ان في واحد مات اتوفى. فنزلت في هدوء وسألت احد الرهبان، قلت له مين اللي توفى في الدير؟ قال لي لا، ده اللي انتقل هو نيافة الانبا اثناسيوس مطران بن سويف، مطران بن سويف القديم اللي رسم البابا كرولوس. فطلعت تاني المهرتي. قداسة البابا كيرلس اختار ابونا مكارلس السرياني اللي هو انبا اثناسيوس حاليا ان يكون نائب بابوي في بني سويف. وانبا توفيلس قال لي ارجوك تمسك مكانه في الدير شويه، كان هو امين الدير ربطة الدير. قلت له سيدنا انا عايز اقعد في وحده. قال لي معلش احنا مش ضامنين انه يترسم او ما يترسمش، فلو ما ترسمش هيرجع الحكايه في بيتها، يعني بدل ما يحول كل حاجه لحد غريب. وان اترسم اعدك باني ارجعك لمهارتك. قلت له حاضر. في ذلك الوقت كان عملوا المشروعات الزراعيه، وكانوا عملوا معسكر جنب الدير بقاياه لا تزال موجوده حاليا، انترناشونال كامب. في الانترناشونال كامب ده كانوا بيجيبوا كل 10 ايام 400 واحد يشتغلوا في الزراعه وفي غرس الاشجار، ويجوا بالليل يهيصوا ويتنططوا ويضحكوا ويغنوا، ويبقى الدير اللي جنبهم في اتون من نار. لذلك احنا كنا مانعين زياره الدير، لان لو دخلوا عندنا هتكون النتيجه انهم يا دوب ب 400 واحد. لو فرضوا 40 كل يوم جم بعد نهايه العشر ايام يجوا 400 جداد، فمنعنا الزياره اطلاقا. وفي يوم من الايام مجموعه من الالمان السياح جم للاثار المصريه وارادوا ان يزوروا الاديره، وقداسة البابا بعد جواب يطلب منا ان نستقبلهم في الدير. احنا منين؟ لكن عندنا امر من البابا. فانبا توفيلس جاب لي الجواب، هم بره الباب، قال لي نعمل ايه؟ لان لو ضغط عليا هرجع مغارتي. فقال لي زي ما انت تقول.
أنا أصبحت بين أمرين أحلاهما مر كما يقول المصري، إما أن احنا نكسر مبادئنا ندخل الناس دول وبعدين يجينا بقى من كل صوب وحد، وإما أن احنا نعصى أمر البابا وهذا لا يليق. أما كيف اللي سألنا نعمل إيه؟ قلت له مين الموجودين؟ قال لي فيه 2 أساتذة ومصور وحوالي 40 طالب. قلت له شوف، ودول جايين يدرسوا الأديرة. قلت له شوف، احنا نقبل الاثنين الأساتذة والمصور ويخشوا الدير يشوفوا الدير كله ونشرح لهم وينبسطوا وياخدوا الصور، والأربعين تلميذ يكونوا بره نبعت لهم علبة شوكولاتة. الناس اللي موجودين في المعسكر شايفينهم موجودين بره الدير فيعرفوا ان احنا لم نكسر الامر، وقد كان. والناس انبسطوا جدا وشكرونا انه على الرغم من قرار المنع قبلناهم وخرجوا وقد ادوا مهمتهم. كانت في جريدة بتطلع كل يوم اسمها جريدة مصر، كتبت في اعلان كبير ان البعثة دي بتاعت الاثار استقبلوها في كل مكان ما عدا دير السريان طبقا لقرار المنع المعروف، واذا بالتلغراف يصل الى وادي النطرون يحضر القس انطونيوس السرياني لمقابلتي فورا. ده كلام ايه ده يا ربنا؟ انا ماليش دعوه بالبرقيه دي. جه اما توفيلس فات عليه الساعه 4 الصبح بعد جرس نص الليل وقال لي قداسة البابا زعلان جدا من حكايه الناس دول اللي ما دخلوش الدير، وجريدة مصر قالت كذا، وقال لي هات لي ابو انطونس. ابلك ابو انطونس. قلت له يا سيدنا انا عندي حل كويس يرضي البابا ويرضيني ويرضيك. قال لي ايه؟ قلت له انت تقول للبابا هذا الانسان اللي ما رضيش يقبل الزوار كما قيل لك احنا رفدناه من مغبتي، عزلناه من كونه امينا للدير ورجع للجبل. ودي تعتبر عقوبة عند الناس القدام يعني. ويبقى انا انبسطت ورجعت للجبل، والبابا انبسط انه وقعت علي عقوبة وهي رفدي من امانة الدير، ونفتك انبسط انك انت ما زعلتش البابا ورفدت هذا الامين بتاع الدير ونبقى خلصت. قال لي لا، ده هو ما رضيش يسلم عليا وقال لي مش هسلم عليه غير لما تروح تجيب لي ابو انطونس وتيجي. انا بحب الانبا توفيلس والراجل ماشي معانا كويس طول عمره، فيعني ما فيش داعي. قلت له بعدين انا هروح لبابا بقى يصب عليا جام غضب ويقول لي ليه ما رحتش ما عملتش. قال لي اعدك انك انت ترجع للدير على طول. وخرجت وانا معايا ايه؟ مفاتيح الدير. رحنا من الساعه 4 وصلنا تقريبا حوالي 6. دخلنا البطرخانة، قداسة البابا كيرلس كان بيصلي قداس كل يوم فكان موجود في الكنيسة، واحنا طلعنا لم نجد احدا، كنا لوحدنا، البطرخانة فاضية على الاخر. انتظرنا لغاية لما جه البابا، بص لي كده وقال لي
دي جلابيه دي تيجي تقابلني بيها، جلابيه بقى مليانه تراب معفره من شغلي. قلت يا سيدنا ما عنديش احسن منها، دي افضل ملابسي. قال لو كمان جايين ابتقيه مش بعمه. قلت له العمه بتاعتي خدها عند اثناسيوس نزل بيها. قال لي ليه يا عمه اسقف؟ بعدين يا رب. كانت رسم عند اثناسيوس. مقابله وحشه. راجل سلم على الأب توفيلس ومشي، انا بسلم عليه، سلم عليه من ورا ظهره كده. قلت يا رب مرر اليوم ده على خير. قعدنا قال لي ليه ما قبلتوش الناس السواح؟ قلت له قبلناهم يا سيد، قبلنا الاساتذه والمصور وبقيه التلامذه اديناهم شوكولاته بره، لكن هم دخلوا واتفرجوا على الدير وشافوا اللي هم عايزينه وخرجوا مبسوطين وشكرونا ان احنا قبلناهم على الرغم من قرار المنع المعروف. قال لي يعني انبسطوا؟ قلت له ايوه. استريح، لكن بقى متضايق. فاداني كوبايه ميه قصاده عشان شرب. قلت له اتفضل ارشمها، رشمها وشربتها. قال لي انت ما بتشتغلش معايا ليه؟ قلت له سيدنا انا احب الرهبنه واحب اقعد في الرهبنه واستمر راهب على طول. قال لي لا، انت ما دقت في الرهبنه وخدت حظك وكفايه عليك كده. قلت له انا لسه ما ترهبنتش، انا لسه عايز اتراهب. قال لي ايه رايك نوديك المهجر، اسقف للمهجر. قلت له لا الدير احسن. قال لي طب نعملك اسقف للاكليريكيه. قلت له دي الاكليريكيه المدرسين فيها اكتر من التلامذه، كان ساعتها قليلين قوي. قال لي يحتاجوا لحد يقودهم. قلت له انا اللي يقودهم؟ ده انا عايز حد يقود. عندهم ابونا ابراهيم عطيه، عندهم ابونا مكاري السرياني اللي هو عند صموئيل. ما لا ما فيش فايده. اللي دخل في موضوع تاني. اللي انت قريت نور اسحاق؟ قلت له قريته اربع مرات ونسخته. قال لي طب مارس حق قال ايه على التواضع؟ قلت له قال اريد ان اتكلم عن التواضع ولكني خائف كمن يتكلم عن الله، فالتواضع هو الحلة التي لبسها اللاهوت حينما ظهر لنا، لذلك الشياطين حينما ترى انسانا متواضعا تتذكر ذلك الذي هزمها اللي هو ربنا. طب وقال ايه الشيخ الروحاني؟ ودخلنا في موضوع تاني بقى في الشيء. قال لي عم توفيلس، قال لي ليه انت اولادك مش مخليهم يجوا يشتغلوا معايا؟ مش قادر تستغنى عنهم ولا ايه؟ قال لي انا ما استغنيش عن التراب اللي بيدوسوه بارجلهم. الحكايه بقى ما جابتش النتيجه، خلصت على كده. عند توفيق اسال سيدنا انت خارج من القداس وتلاقي عايز تشرب فنجان قهوه ولا حاجه، احنا نستاذن. يستاذن؟ قام سلم عليه. انا كراجل قسيس غلبان طريقه البابا ان من يكون قسيس يحط ايده عليه ويصلي عليه ويمنحه البركه ويمشي. وحط ايه ده راسا فاكر ان احنا البرك، فقال شنو ده اسقف على دم دي الشغلانه دي ايه ده؟ دي البطرك صعدت ايد جامده بتاعت البابا كرولوس مش زي ايديا الصغيره دي.
على طول ضغط كده ما قدرتش حاولت اتفلفص ما عرفتش. ها يا عم بتوفيق الاثنين ايه حطوا الاثنين ايديهم عم باشمهندس اسقف المعهد الديني والتربيه التنسيقيه والكليه الاكليريكيه والثلاث رسومات وانا مش عارف. قال لي مالكش حل من الثالوث الاقدس ولا من الروح القدس انك تغادر هذا المكان. انا اعرف تماما ان رسامة الاسقف هي مجرد وضع يد ونطق وقد تم وضع اليد والنطق. اما ما يحدث حاليا في الرسامات فهو حفلة طقسية حفلة طقسية ولكن المهم هو وضع اليد والنطق وقد تم هذا. وجدت نفسي في حيرة ما الذي حدث وماذا يمكن أن يحدث للخروج من هذا المأزق. هل أنا أسقف أم قس لست أعلم إيه اللي بيحصل. دخلنا للمائدة وكان القمص ومكاري السريان من نفط أنبا سمويل معي قلت له اتفضل بارك. قال لي لا يا سيدنا اتفضل انت سيدنا ايه الكلام ده. قال لي ما اقدرش فوق راجل اقدم مني كهنوتا واكبر مني سنا واقدم مني رهبنة وجدت جو مختلف وأكثر من هذا وصلني خطاب من أحد أحبائي في الإسكندرية خطاب عتاب إزاي أبونا أنطونيوس يقبل أن يبقى أسقف وفين المغارة وفين الوحدة وفين الحاجات دي. وأرسلت إليه أشرح الأمر وقلت له هذه أحلامي التي أنسيتها هذه آمالي وقد ضيعتها. ولم يكن أمامي في ذلك الحين إلا الآية التي وردت في سفر أرميا النبي عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريق ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. وفي يوم الرسامة أخذوا معي أبونا مكاري السرياني وأجلسوه على كرسي إلى جواري. لم أكن أعرف ما الذي يدور في دهاليز البطريركية. البعض ظن أن ده هيقعدوه جنب أبونا أنطونيوس أحسن أبونا أنطونيوس يهرب فيمسك فيه لكن الحقيقة كانت أنه سيرسم أسقف لأن كانت الإعلانات كلها عن رسامة أبونا أنطونيوس. وكان هذا اليوم هو أكثر يوم في حياتي تعبت فيه وبكيت فيه لأنه كان هو تغيير كامل لحياتي ورغباتي. ما كانت هذه رغبتي وما كان هذا هو اتجاهي في الحياة كان اتجاهي في الحياة أن أستمر في حياة الوحدة وأن أكمل ما قلته من قبل في قصيدة سائح ليس لي دير فكل البيد والآكام ديري لا ولا سور فلن يرتاح في الأسوار فكري أنا طير هائما في الجو لم أحفل بوكري أنا في الدنيا طليق في إقاماتي وسيري. تغيرت حياتي كليا
وفي تلك الليلة مر علي أحد الآباء المطارم القدامى وقال لي جملتين. جملة منهم قال لي مسيرك تعمل زي مرة إسحاق وتسيب الأسقفية وتمشي، وجملة تانية قالها لي اوعى تضيع كرامة الأسقفية وتدخل فصل تدرس فيه. لكن أنا الآن قد صرت أسقفا لا أستطيع أن أعيش منقسما على ذاتي، لا أحيا حياة الرهبنة ولا أحيا حياة الأسقفية. بعدها بأسبوعين كنت أول أسقف في تاريخ الكنيسة يقف أمام السبورة وفي يده قطعة من الطباشير ويشرح درسا. لم أكن قد جهزت دروسا أو منهجا، وما كان عندي حل أن أرجع إلى الدير لأجمع أوراقي، فكان تدريسي هو في الأول أقوال الآباء، وبدأت أتكلم عن أقوال الآباء في حياة السكون. حياة السكون هو أول درس درسته في الكركية، وبعدين مسكت أقوال الآباء في الغضب والوداع إلى آخره. المنهج بتاع أقوال الآباء كان يجذب الناس، وكان لغة جديدة لأنه في ذلك الحين كانوا قد أقاموا الدنيا ولم يقادوها ضد الأنبا صموئيل ومهاجما لمجلس الكنائس العالمي، وأصدروا منشورات عنوانها مجلس الكنائس يعني يغري الكنائس أو يقودها إلى أنها تنفصل عن أوطانها أو تخون أوطانها. كانت الدنيا مكركبة لدرجة أن البعض قالوا للبابا، قالوا له ما ينفعش غير أن الأنبا شنودة يمر على الكنائس يتكلم فيها كلاما روحيا ويهبط هذه الشعلة من الاحتجاجات ومن الثورة. إلى النهاية، ولكن نعمة ربنا سعى المسيح اختارته أن أكون أسكف. طبعا كنت إنسان أمين جدا في عمله كمعلم، هو كان يعني عميد الكلية الإقليمية في القاهرة، وطبعا كمان بعد الكويس في المراسل أسقف قال لي أسقف التعليم، يعني ربنا مدير مهبة التعليم. بدأت أدرس في الكلية الإكليريكية وفتحت باب الكلية الإكليريكية لعامة الشعب يدخلونها. كنا بندرس في المدرج لم يعد يكفي فامتلأ، وكان الناس يجلسون خارجه. ثم بعد ذلك لم يعد هذا يكفي فذهبنا إلى القاعة اليوسفية
أو القاعة المرقصية كما يدعونها، كنا نمثل ركنا فيها، ثم بعد ذلك امتلأت القاعة ولم تعد تكفي، وانتقلنا فيما بعد إلى الكاتدرائية، فكنا نمثل جانبا بسيطا فيها إلى أن امتلأت ولم تعد تكفي. ما زلت أسقفا للكلية الإكليركية، فلم أجد لي أناسا أعمل بينهم. من جهة التربية الكنسية، كان أغلب قادة التربية الكنسية في أيامي قد تغيروا، الذي تزوج وترك الخدمة، والذي سافر، والذي تخرج وعين في بلدة أخرى، والذي هاجر، ولم أجد الذين كانوا يعملون معي في أيامي إلا الندرة القليلة. ووجدت مدارس الأحد منقسمة، جزء يتبع القمص متى المسكين، وجزء يتبع مدارس أحد الجيزة أبونا صليب على أبونا مكاري، وجزء محتار بين هؤلاء وأولئك. الكلية الإكليركية كانت ضعيفة جدا، يعني أتذكر دفعة أنبابيدم ودفعة الدكتور إيميل ماهر إسحاق، دفعة كان الخريجين فيها واحد، والدفعة الثانية كان الخريجين ثلاثة، ده في القسم الليل. وبدأت أعمل، تركت السلبيات كلها وبدأت في العمل الإيجابي، وظل العمل الإيجابي ينمو شيئا فشيئا حتى أصبح واقعا يعترف به الكل. وحينئذ قامت الدنيا وهاجت ضدي مرة أخرى، ومشير السوء بدأوا يهيجون البابا ضدي كما لو كنت أنا سأستولي على الكنيسة وأنا أسقف. وكنت أذهب إلى الإبارشيات أعص فيها، وكان بيني وبين المطارنة حب كبير. ذهبت مرة إلى إبارشية أبي تيج، وكان نيافه الأنبا مرقص مطران أبو تيج من أكثر الناس محبة لي، فحضرت عنده أسبوع نهضة في أبو تيج وطهت وطمى. ويوم الجمعة ذهبت إلى سافرت إلى القاهرة لألقي عظة الأسبوعية، ورجعت لألقي أسبوع نهضة آخر في منفلوط، وكان نيافة الأنبا الوكاس من تلاميذي في مدرسة الرهبان بحلوان. وهذا الأسبوع حضره نيافة أنبا مرقص، سافر إلى منفلوط ليحضر أسبوع النهضة التالي، وانتهى طبعا ما أقول كلام غير الكلام اللي قلته. وانتهى هذا الأسبوع، سافرت يوم الجمعة إلى القاهرة وعدت لألقي أسبوع نهضة آخر في إنا، وسافر فيه أيضا نيافة الأنبا مرقص ليحضروا، وأيضا نيافة الأنبا لوكاس. وبعدها كان أسبوع في إخنين، ودخلنا مجموعة من الأسقف كلهم جايين يحضروا أسبوع النهضة، وبدأوا يقولون للبابا إن أنبا شنودة بيجمع الأسقف وبيعملوا وبيسوي، وبدأت الدائرة تدور. وفي يوم من الأيام وكنت خارج، يعني كنت هروح أحضر اجتماع يوم الجمعة بالليل وبعدين أخذ المجري أسافر بيها على أمة كان عندي وعظ،
فقبل ما عاد الغزب ساعة أو ساعة ونص قالوا لي تعالى البوليس عايزك عايزنا عشان ايه. فرحت قبل البوليس لقيت ضابط البوليس اداني جواب. الجواب ماضي عليه مهندس البطريركية انه بيقول القاعة اللي بلعص فيها قايلة السقف بتاعها قايل للسقوط ونحن نخشى على 3000 واحد بيحضروا ان يموتوا تحت السقف فنرجو غلق القاعة بالبوليس. فانا بصيت للمهندس وحضر المهندس مع الضابط بصيت للمهندس قلت له يا حبيبي اذا كان قداسة البابا لا يريد انني اعز في القاعة يأمرني وانا اطلع لكن ايه اللي يدخل البوليس وسطينا ده اصول. انا بقول كان ده البوليس ساعد قال لي انا عندي اوامر وانا قلت له طيب. طلبت مدير البطرخانة كان ساعدت ابونا جرج ساشا فقلت له يا ابونا ما يصحش ان تغلق القاعة بالبوليس الكلام ده يثير الشعب ووضعه مش مظبوط. قال يا سيدنا انا تحت امرك انا لكن انا ما اقدرش. فقلت يبقى جاي من الباب. فطلبت ساعدت ابونا رفائيل الحالي كان اسمه الاخ رفائيل وكان سكرتير للبابا قلت له هيقفلوا القاعة بالبوليس ودي مش كويسة للشعب خليني اكلم البابا. قال لا البابا انا ما اقدرش اكلم حد يهديك يرضيك مفيش. فقلت لنفسي حسنا فعلي بك يا اسود اللون يا رمادي الجلد وما دمت لست بانسان فلما ستجلس مع الناس كما قال القديس موسى الاسود يعني اسكت. فضابط البوليس قال للمهندس تسمح تخرج دلوقتي انا عايز اقعد مع سيدنا شويه. فخرج المهندس فبص لي الضابط قال لي الناس دول بيضطهدوك ليه؟ مسكت ما اقدرش اقول له بيضطهدوك. قال لي انا كضابط بوليس ما عنديش مانع انك تبعث في القاعه. قلت له طب والشكوى بتاع المهندس ان الساعه تقل السقوط اللي جايز تكون شكوى كيدية نحولها الى الهندسة بتاعت الحي وهم يقولوا اي للسقوط ولا لا. فقلت له مدام قدس بابا مش عايزني اعظ في القاعة انا مش هوعظ فيه. قال لي تمضي على كده. قلت له امضي على كده اتعهد اني لا اعظ في القاعة الى اخر. الراجل خرج وهو قبل ما يخرج قال لي انا ولادي بيحضروا عظاتك مش لاقي حاجه. قلت له معلش. قال لي ادي الكارت بتاعي لو تعوزني في اي وقت انا تحت. قلت له متشكر جدا. الساعه ما فاضلش غير ساعه واحده ونبتدي المحاضره واحنا منوعين. فابتديت ادي جمله اوامر ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اول امر سبورة تتحط ان مفيش وعظة في القاعة النهاردة والوعظة هيكون في حوش الكلية الاكليريكية احسن نيجي الناس ويخشوا والبابا يفتكر ان انا بتحداه وبوعظ رغم اوامر. وامر تاني للبعض يستأجروا كراسي ويحطوها في الحوش وكل الكراسي من القاعة ما كانتش بتكفي كل الكراسي الموجودة يطلعوها ويحطوها في حوش الكلية الإكليركية. أمر ثالث يوضبوا الكهرباء ويوضبوا القعدة ويوضبوا الميكروفونات. ورحت أحضر شنطتي وأنا مسافر وأنا مش عارف أقول إيه. كل ما أفكر في الموضوع
الاقي عقلي بيشتغل في الموضوع ده بتاع النهارده بيعمل ايه. كنت ساعدت في سلسله في عزة على الجبل، فرحت قبل ما يطلع عزة. الناس مستغربين ايه يعني اول مره نوعظ في الحوش. فقلت لهم يا جماعة يعني بيقولوا ان السقف قايل للسقوط، فاحنا لقينا ان احنا نوعظ في الحوش. ومش المهم ان احنا نلتقي مع الله فين، المهم ان احنا نلتقي معه بس. فربنا كان بيلتقي مع الناس في عزاته، مرة على شاطئ البحيرة، مرة على الجبل، مرة في القفر، مرة في السفينة وهو بيوعظ، مرة في بيت ساعة المفلوج، يعني مهمش أي مكان كان بيوعظ فيه. ده ربنا التقى مع يونان في بطن الحوت، وكان أعظم لقاء مع ربنا تاب به يونان. وربنا التقى مع الثلاث فتية في أتون النار، كان يسير معهم واحد شبه ابن الآلهة. وإحنا المهم نوعظ، مهمش المكان، ونشكر ربنا أن إحنا دلوقتي بنوعظ في حوش الكلية الإكليركية، ملهوش سقف يقع عليكم. الحمد لله كده كويس. وابتديت في العزة بتاع تكملة العزة على الجبل. الأسبوع اللي بعديه كان من ضمن الأسئلة اللي سألوهاني، طب في الشتاء نعمل إيه لو نزلت عليه الأمطار؟ قلت لهم لا تخافوا، إله الشتاء سيدبر لنا الأمر. في ذلك الحين بقى الناس كانوا متحمسين جدا، ابتدوا يجمعوني فلوس كتيرة نشتري بيها كراسي، ما مفيش، الناس واقفين. ابص في الاسئلة اللي فيه ظروف اسئلة، الاقي ظرف فيه كام، فيه 200 جنيه اديهم لسكرتير الكلية واقول له هات بهم 100 كرسي. الكرسي الستة كان ب 2 جنيه. كنت ماشي مرة في معهد دراسات قبطية، واحد قاعد يجري ورايا، سيدنا قلت له ارجوك انا مشغول. قال لي معلش وقفت. وقفت، قال لي خد الفلوس دي اشتري بيها كراسي، شاف كان 300 جنيه ولا ايه، اديت لهم 150 كرسي. مره بتكلم في التليفون لقيت واحد كلمني قال لي انا الدكتور فلان عرفني، قلت له اه كنت تلميذي في مدرسة واحد زمان. قال لي العشور بتاعتي ما اعرفش اوديها فين، قلت له تديها الفقراء للملاجئ تديها الجماعة، قال لي ما اعرفش ممكن اجيبهم لك. قلت له تعال، جاب لي 500 جنيه. قلت له ممكن ان انا احط نصهم للكراسي ونصهم للفقراء، قال لي زي ما تؤمر. قلت له خدوا هذه الكراسي. كل يوم التاني لقوا كراسي جديدة بتاع. فكانت النتيجة انهم منعوا النور الكهرباء. جيت من السفر من الصعيد من كل اسباب السفر، قالوا لي في خبر ما تضايقش. قلت لهم ايه؟ قالوا منعوا نور الكهرباء. قلت لهم عشان نشتري كلوبات، فاشترينا كلوبات وحطيناها. جيت من بقى قالوا منعوا الميه. منعوا الميه ده وحش قوي، لان الناس اللي بيجوا الاجتماع بيروحوا دورات المياه، لما يلاقوا مفيش ميه تبقى رائحتها وحشة وما فيش. وأنا نفسي ما كانش عندي مية، فأحد الأحباء جاب لي جمدانات مملاها مية من البنزينة اللي هناك. ومرت في أدوار صعبة، وبعدين وصلني ثلاث جوابات بمنع الصرف على الكلية الإكليركية
ومطلوب مننا ان احنا نعمل زي حبيب جرجس كان بيلف يجمع تبرعات من الناس. دي كانت مرحلة تأسيس يعني، وانا مش مصرح لي حتى امر على الابروشيات لان منعوني من الوعظ في المحافظة في الابروشيات بباب رسم. وإنما الشام مصرف على معهد دراسات ومش مصرف على معهد ديموس للوفاء. وبعدين في الآخر لقيت مفيش فايدة. المهم مش في أسقف القاعة، المهم في أسقف القاعة، هو ده الآية للسقوط. فكتبت مقالة في مجلة الكرازة عن الأحداث اللي بتحصل دي كلها. كان عدد على ما أظن أكتوبر أو نوفمبر، أو نوفمبر أو ديسمبر سنة 67، وشرحت كل اللي حاصل معانا ده. وقلت في آخره أخيرا: يا إخواتي، إن كان بسببي قد حدث هذا النوء العظيم عليكم فخير لي أن أريح وأستريح. أنا ذاهب إلى مغارتي في الجبل ويكفي اليوم شره. ورجعت تاني من مغارتي على الجبل، قضيت فيه يمكن 8 شهور ونص، وبدأت بقى عوامل كثيرة جدا للتخلص من الأنبشنود، إلى أن اجتمع أعضاء المجمع المقدس برئاسة البابا وقرروا أن الأساقفة العموميين هم مجرد سكرتاريين للبابا بدرجة أسقف، يضعهم حيثما يشاء، يعني ملهوش اختصاص أن ده مسؤول على الإكليريكية أو مسؤول على كذا أو كذا، هو مجرد سكرتير. فاكر كان احد اصدقائي في دمياط اللي كنت بوعظ عنده، اللي لما كنت بوعظ في دمياط او راس البر كنت ببات في بيته، كان اسمه الاستاذ الفونسو نقولة، حاليا هو عم الانبا بشوي. ما كنتش اعرف ساعتها انه عم الانبا بشوي، وساعتها ربما ما كنتش اتعرفت على الانبا بشوي. فبعت لي جواب وانا رديت عليه، وكان جواب مؤثر قرأه وبكى. ارسلت له خطابا قلت له فيه: اخيرا رجعت الى مغارة المحبوبة في الجبل، فوجدت الراهب انطونيوس ينتظرني على بابها، ورحب بي واحتضنني وصرنا واحدا. وهنا تذكرت العبارة التي قيلت في قصة الفلك: إن الحمامة إذ لم تجد موضعا لقدميها رجعت مرة أخرى إلى الفلك. كنت أقصد بالفلك المغارة اللي بعيش فيها. وبعدين قلت في الجواب ده: حقا ان المياه قد غطت الارض كلها، حتى ان كثيرا من القمم العالية والجبال غطتها المياه ايضا. ظللت في المغارة حوالي 7 اشهر، وكانت هناك مفاوضات كثيرة تجري لحل الموضوع. وأخيرا عدت في مناسبة عودة رفات ماري مرقص في منتصف سنة 68. وبعد ذلك قالوا
أن الوعظ يكون في الكنيسة المرقسية الكبرى ولا وعظ الأنبا شنودة وحده، وإنما أسبوع وعظ الأنبا شنودة والنافت الأنبا أوروريوس يقوم بالطقس أي بالصلاة العشية، والأسبوع التالي نافت الأنبا غرغوريوس يعظ وأنبا شنودة يقوم بالطقس يصلي صلاة العشية، وكان كذلك. وبعدين وجدوا ان الاسبوع الذي يعظ فيه الأنبا شنودة الحضور يكون فيه اكثر، ففكروا انه ربما ان الأنبا شنودة لانه يجيب الأسئلة بيعمل علاقة بينه وبين الجمهور. ففي يوم الأيام وأنا بدور قداسة البابا قال لي ممكن تسيب الأسئلة الأنبا غرغوريوس هو اللي جاوب عليه. قلت له حاضر يا سيدي. وبدلا من هذه الأسئلة التي كنت أقولها أجيب عليها كمقدمة للعظم، بدأت أفسر المزامير، تأملات في المزامير وبخاصة المزامير القصيرة، وكانت بركة لي أن تكون عندي رصيد كبير من تفسير المزامير والتأملات فيها. إلى أن جاء يوم نافت الأنبا غرغوريوس اعتذر عن الوعظ، فأصبحت أعظ وحدي. وقال لي البابا ممكن أنك تعظ في الكاتدرائية، وبدأت أعظ في الكاتدرائية. كان آخر مزمور على ما أظن كنت تأملت فيه هو مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك. وهذا المزمور كنت سافرت إلى لندن لحل مشكلة أو فدني فيها قداسة البابا بنفسه، أخذت أتأمل في المزمور ده معايا. وبعدين طلع في كتاب قلت فيه إن هذا المزمور كان موضع تأملاتي، ثم سافرت إلى لندن وسافر معي هذا المزمور، فكان معي في القاهرة وكان معي في الطائرة وكان معي في إنجلترا، وبعدين صدر ككتاب لعلكم رأيتموه. استمرت الأوضاع، العلاقة بيني وبين البابا تحسنت كثيرا، وكنا نتقابل ونضحك معا كعهدنا في القديم، ولكن زل الأمر كما هو ممنوعا من حيث سفري إلى الإسكندرية وإلى الإبرشيات، وأصبح وعظي هو في الكاتدرائية فقط. حتى كنائس القاهرة ما كنت أستطيع أن أعظ فيه، كان محرما علي ذلك. أثناء وجودي في الأسقفية كنت أصدر بعض الكتب الصغيرة، أفتكر أول كتاب أصدرته كان عن صلاة الشكر، ثم مزامير الغروب، ثم بعض حاجات زي دي. يعني كان الكتاب عبارة عن 64 صفحة أو أكثر،
وكان ثمنه 5 قروش ويباع بالجملة ب4 قروش. وكان في هذه الفترة وأنا أسقف كان بيطلع لي مرتب من البطريركية، فمنع عني أيضا، وكنت آكل خبزي بعرق جبين. أنا لا أنسى إطلاقا محبة الناس لي في تلك الفترة كلها. يعني تقريبا لم أشتري طعاما كان أكل يبعته للناس، لم أشتري ملابس من أي نوع كان الناس يبعتوها لي، حتى شربات حتى المناديل يبعتوها لي. في مرة من المرات وأنا عندي ضعف شديد في الحبال الصوتية، يعني لو أتكلم بصوت عالي أتعب، لو أتكلم كتير أتعب، ففي مرة كنت أعز والظهر أن ربما كنت متحمس شوية، فابتديت أكح من تعب الحبال الصوتية. رجعت تاني يوم لقيت اللي بعتولي فراخ عشان أكلها، واللي بعتولي كرتونة مليانة بسكويت، واللي بعتولي أقراص فيتامين سي رودوكسون، افتكروا أن أنا في حاجة في صدري من الجوع يمكن ولا حاجة. كنا بنسمع عن الأستاذ نظير جيد ونقرأ له في مجلة مارس أحد كواحد من الرواد الأوائل في خدمة الكنيسة. وبعدين لما سيدنا البابا كيرلس السادس رسم، جه أبونا أنطونيوس السرياني اللي هو طبعا سيدنا البابا، وقال عظة في المرؤوسية في كلوب بيه. أنا لن أنسى حتى هذه اللحظة المنظر ده، لما جه أبونا أنطونيوس الكاتدرائية اتملت، كل الناس مستنياه لأن عارفين أنه رجل الرهبانة والمغارة، وقف وقال موضوع امتلئوا بالروح، ومش ناسي طبعا لا ملامحه ولا الموضوع ولا الأثر العميق اللي سابه في نفسي وفي كل نفوس الشباب والخدام في ذلك الوقت. ده كان أول ما عرفتي بيه. يعني بعد كده سيدنا رسم أسقف للتعليم، وابتدينا نطلب منه إن هو يعني نسمعه كتير. وأنا كنت ساعتها اتكرست في بني سويف كشماس، فكنت دايما بأطلب من أنبا أثناسيوس إنه يدعوه إلى لقاءات مع خدام الإبرشية. فجي عندنا في بني سويف، وجي في مطاي، وجي في الوسطى، وطبعا كان بيبقى نهضة جبارة جدا لما بيجي وبيكلم أولاده الخدام والخادمات على مستوى الإبرشية كلها. شاعر تمكث دائما معي، تسكن في حشاشتي، في مهجتي، في أضلعي، مشاعر تتبعني في صحوتي، في مضجعي، تظهر في ابتسامتي، في ضحكتي، في أدمعي، تجري دواما في دمي، كنت أعي أو لا أعي. كم مرة قلت لها عني بعيدا مرجعي، لكنها مشاعر تنكث دائما معي، تجري دواما في دمي، كنت أعي أو لا أعي.